بسم الله الرحمن الرحيم. يونت 3 function f of x equal negative x over 2. decrease or increase بيجي من الاف داش، يبقى نجيب اف داش، اف داش equal negative 2x هنساويها ب 0 هتطلع ال x ب 0. نقسم ال number line ال 0 على number line، نعوض في الاف داش نشوف الاشاره. لو عوضنا برقم قبل ال 0 هيطلع positive، لو عوضنا برقم بعد ال 0 هيطلع negative. هنا increase هنا decrease، هو عايز increase، increase من negative infinity لحد 0، الإجابة number B. نفس الكلام decrease، decrease بيجي من الاف داش، f of x equal negative absolute x plus 1. لو أنا فكيت ال absolute هيبقى negative مرة x plus 1 ومرة هيبقى x بالبوستيف عشان هيبقى negative negative وبوستيف plus 1. هنا عند ال x أكبر من الزيرو، هنا عند ال x أصغر من الزيرو. هنجيب ال f داش، f داش اوف x دي هتطلع negative 1 ودي هتطلع 1، x أكبر من الزيرو طبعا هنا في علامة equal، x أكبر من الزيرو، x أصغر من الزيرو. وعند ال x equal 0 ال f داش من الليفت ومن الرايت مش قد بعض، بالتالي هنكتب هنا undefined. undefined يعني عند ال x equal 0 is critical. is critical يبقى هنرسم number line، نحط الزيرو واي داش او اف داش نشوف الاشاره. لو قعدنا برقم قبل الزيرو هتطلع بوستيف، بعد الزيرو هتطلع نيجاتيف. increase decrease هو عايز decrease، الديكريز من زيرو لحد انفينيت، الاجابه نمبر A. increase f of x equal 3 f داش اوف x، لما نعمل ديريفيتيف هتطلع 3x باور 2 بلس 4. هنساويها بالزيرو، مش هينفع تتساوي بالزيرو، مش هتطلع لأي إجابة إكس، مش هتطلع خالص لأن مش هينفع يطلع إجابة. إذن النمبر لاين معلهوش أي كريتيكال بوينت، بالتالي الفانكشن يا هتبقى increasing on domain يا إما decreasing on domain. لو أنا جبت أشوف إشارة الإف داش ألاقيها دايما بوستيف، لو قعدت بأي رقم ألاقيها بوستيف. إذن الفانكشن دي increasing on domain، الدومين هنا اللي هو من نيجاتيف إنفينيت لإنفينيت أو R، إذن هي increasing on R. تطلع الإجابة نمبر B. هنجيب F داش هتطلع 3X باور 2 ماينس 12 هنساويها بال 0، يعني X باور 2 هتطلع ب 4، يعني ال X هتطلع بوستيف أو نيجاتيف 2. نرسم النمبر لاين ونحط نيجاتيف 2 ونحط ال 2 ونشوف إشارة ال F داش. إشارة ال F داش هنا لايك ال A وهنا لايك ال A وهنا أوبوزيت لل A. ال A اللي هي الكوفيشن أوف X باور 2، يبقى هنا بوستيف وهنا بوستوف وهنا نيجاتيف، هنا انكريز وهنا انكريز وهنا ديكريز، هو عايز الديكريز، الديكريز من نيجاتيف 2 ل 2، الاجابه نمبر دي. كريتيكال بوينت بتيجي من الاف داش، اف اوف اكس لما نجيب لها اف داش، اف داش اوف اكس ايكوال 2 اي اكس بلس 12، هاز كريتيكال بوينت عند الاكس ايكوال 2، يبقى لما اعوض عن الاكس ايكوال 2 2ax، لما اعوض عن الاكس ايكوال 2 هتطلع 4a بلس 12 ايكوال 0، يبقى الا ايكوال نيجاتيف 3، يبقى الاجابه ايكوال نيجاتيف 3. برضه الكريتيكال بوينت من اف داش، هنجيب اف داش الاكس باور 2 هتبقى 2x، والبي على اكس هتطلع نيجاتيف بي على اكس باور 2. الكلام ده كريتيكال عند الاكس ايكوال 2، هنعوض عن الاكس ب 2 فتبقى 4 ماينس بي على 4، الكلام ده ايكوال 0، يبقى بي على 4 ايكوال 4، يعني البي ايكوال 16، قيمه البي ايكوال 16، الاجابه نمبر بي. فانكشن هاز كريتيكال بوينت عند 1 و4، ال 1 و4 المفروض تكون بوينت بيلونج تو ال f of x، وبالتالي أول حاجة أقدر أعوض في f of x a x باور 2 بلس b x بلس 2، أعوض ال y ب 4 وعن ال x ب 1 فتبقى a بلس b بلس 2، يعني a بلس b إيكوال 2. ثانياً f داش لازم تطلع ب 0، f داش of x هتطلع 2 a x بلس b، لما أعوض عن ال x ب 1 فتبقى 2 a بلس b إيكوال 0، الإيكويجن التالي. لو عملت سبتراكت هنا تبقى نيجاتيف A وال B هتتشال، 2 ماينس 0 ب 2 تبقى ال A إيكوال نيجاتيف 2، ال A إيكوال نيجاتيف 2 تبقى ال B إيكوال 4. لما أعمل A
ماينس البي تبقى نيجاتيف 2 ماينس 4 ايكوال نيجاتيف 6. اف اوف اكس هاز كريتيكال بوينت عند سي وزيرو. عايزين نجيب قيمة الاف داش، الاف داش اوف اكس، الاف داش اوف اكس الكيوبك روت، بنحط 3 كيوبك روت اكس ماينس سي بس بنخليها باور 2 وديريفيتيف اللي تحت روت 4 بي 1. لو انا عوضت عن الاكس بسي هتطلع الاجابة 1 على 0 يعني undefined، وبالتالي اف داش اوف 0 ايكوال undefined ما ينفعش تطلع ايكوال 0. اكس لين اكس اي فانكشن فيها لين لازم نجيب الدومين، الدومين بتاع اللين لازم اللي جوه اللين يبقى اكبر من زيرو، لازم الاكس تبقى اكبر من زيرو، يعني الدومين ايكوال ار بوزيتيف او من زيرو لحد انفينيت. يبقى انا بتعامل مع المساله بتعامل من اول الزيرو اوبن، مفيش حاجه قبل الزيرو لحد الانفينيت. هنجيب اف داش، اف داش الاول في ديريفيتيف الثاني بلس الثاني في ديريفيتيف الاول ب 1، يعني هتطلع 1 بلس لين اكس. هاز كريتيكال بوينت يبقى هساوي ده بزيرو، يبقى لين اكس ايكوال نيجاتيف 1، هدخل اي على الطرفين يبقى اكس ايكوال اي باور نيجاتيف 1 او 1 على اي، تطلع الاجابه بتاعتي 1 على اي. الانكريز بيجي من الاف داش اف اوف اكس ايكوال اي باور اكس باور 2 ماينس 2 اكس، فهجيب الاف داش الاي بتفضل زي ما هي اي باور اكس باور 2 ماينس 2 اكس في ديريفيتيف الباور هيبقى 2 اكس ماينس 2. هساوي الكلام ده بزيرو، الاي ما بتتساويش بزيرو، يبقى انا هساوي 2 اكس ماينس 2 هي اللي بزيرو، فهتطلع الاكس ايكوال 1. هرسم النمبر لاين، احط ال 1 ككريتيكال بوينت عليه، اشوف اشاره الاف داش، لما اقعد برقم قبل ال 1 زي الزيرو هتطلع دي نيجاتيف، وهتطلع هنا بوزيتيف، هنا ديكريز وهنا انكريز، هو عايز انكريزنج، انكريزنج من 1 لحد انفينيتي، الاجابه نمبر دي. فانكشن اف بولينوميال فانكشن اوف فورث ديجري، فانكشن من الفورث ديجري يعني اف اوف اكس هتبقى عباره عن اي اكس باور 4 بلس بي اكس باور 3 بلس سي اكس باور 2 بلس دي اكس بلس دي. لما اعمل لها ديريفاتيف عشان اجيب الكريتيكال بوينت، ف اف داش اوف اكس هتطلع 4 اي اكس باور 3 بلس 3 بي اكس باور 2 بلس 2 سي اكس بلس دي، اصبحت فانكشن من الثيرد ديجري. لما اسويها بالزيرو واحلها اكتر عدد من الاجابات ممكن يطلع 3 روتس، وبالتالي اكتر عدد من الكريتيكال بوينت ممكن يطلع 3، تطلع الاجابه نمبر سي. فانكشن اللي بيتكتب ده هو الدومين، يعني هو بيتكلم على ان الفانكشن دي من اول نيجاتيف 2 لحد 4، الشغل بتاعه في النص هنا ما يتحركش غير ما بينهم. عايز النمبر اوف كريتيكال بوينت، هجيب الاف داش، اف داش هتطلع 3 اكس باور 2 ماينس 3 هساويها ب 0، يعني اكس باور 2 هتكون ب 1، يعني الاكس هتطلع نيجاتيف 1 1. البوينتين اللي طلعوا موجودين في الدومين بتاعي، اه نيجاتيف 1 موجوده وال 1 موجوده، الاثنين صح، وبالتالي عندي النمبر اوف كريتيكال بوينت ايكوال 2، تطلع الإجابة نمبر B. كريتيكال بوينت عند الـ X إيكوال إيه، فهجيب الـ F داش، الـ F أساسًا إيكوال X، A ماينس لين X، هجيب الـ F داش الأول في ديريفيتيف التاني الـ A بـ 0 ولين X بـ 1 على X، بلس التاني A ماينس لين X وديريفيتيف الأول بـ 1، يعني هتطلع نيجاتيف 1 بلس A ماينس لين اكس. هعوض عن الاكس ب اي اللي هو بيقول عليها، تبقى نيجاتيف 1 بلس اي لين اي، الكلام ده كله ايكوال 0، نيجاتيف 1 بلس اي لين اي ب 1 ايكوال 0، يعني الاي لازم تطلع ايكوال 2 وتطلع الاجابه نمبر دي. increasing و decreasing مسألة فيها لين، يبقى لازم نجيب الدومين، الدومين هنا ار بوزيتيف اللي هي من 0 لحد انفينيت ما دام في لين، ثم اللي تحت ما ينفعش يطلع بزيرو، لن 1 بزيرو يبقى كمان ما ينفعش تبقى ب 1، اذا الدومين بتاعي لو انا بتعامل مع المساله دي من اول الزيرو كل اللي قبل الزيرو ما ينفعش، وال 1 كمان ما ينفعش.
نجيب الاف داش، الاف داش لين اكس اول باور 2 ثم لين اكس في ديريفيتيف اللي فوق ب1 ماينس اللي فوق في ديريفيتيف اللي تحت ب1 على اكس. اللي فوق هتطلع لين اكس ماينس 1 واللي تحت لين اكس اول باور 2. هنساوي اللي فوق ب0 لين اكس ماينس 1 ايكوال 0 يعني لين اكس ايكوال 1 يعني الاكس ايكوال اي اي اللي هي ايكوال 2.718 يبقى انا معايا كريتيكال بوينت بي اي. اللي تحت ايكوال 0 لين اكس ايكوال 0 ما ينفعش لين اكس تطلع ب0 ده ريفيوز. نشوف اشاره الواي داش لو انا عوضت برقم قبل ال 1 زي هاف بعوض في الاف داش فعوض بالاف داش لو انا عوضت برقم قبل ال 1 بهاف هتطلع هنا نيجاتيف، لو انا عوضت برقم بعد ال 1 زي 2 هتطلع هنا برضه نيجاتيف، لو انا عوضت برقم بعد الاي زي 3 هتطلع هنا بوزيتيف. ديكريز ديكريز انكريز هو بيتكلم على الانكريز، فالانكريز من اول الاي لحد الانفينيتي. الاجابه نمبر سي. انكريز وديكريز بيجي من الاف داش. اف اوف اكس هنجيب اف داش ايكوال هتطلع 0 ماينس 3 اي اكس باور 2. ديكريزنج احنا عارفين ان الاكس باور 2 دايما بوزيتيف، فالفانكشن دي دايما طبعا في هنا نيجاتيف فدايما هتطلع نيجاتيف اذا كانت قيمه الاي بالبوزيتيف، يبقى طول ما قيمه الاي بالبوزيتيف الاجابه بتاعتي هتطلع نيجاتيف. هو عايز ان هي ديكريزنج اون اتس دومين يعني عايز الناتج ده يطلع اصغر من الزيرو. طب الناتج اصغر من الزيرو الاكس باور 2 رقم بوزيتيف لو قسمت عليه مفيش مشكله، يبقى نيجاتيف 3 اي اصغر من الزيرو. لو قسمت على نيجاتيف 3 العلامه بتتشقلب تبقى ايه اكبر من الزيرو، تبقى الإجابة إيه أكبر من الزيرو وتطلع الإجابة نمبر بي. f of x لين absolute x plus a x باور 2 plus b x. الأبسوليوت ممكن نحطه root x باور 2 a x باور 2 plus b x. الروت ممكن نكتبه x باور هاف يبقى x باور 2 باور هاف بلس a x باور 2 بلس b x. الهاف ممكن ينزل بره يبقى هاف لين x باور 2 بلس a x باور 2 بلس b x. يبقى انا فكيت الابسوليوت هجيب الاف داش، الاف داش هاف زي ما هي، الx باور 2 تحت والديريتيف بتاعها تبقى 2x فوق دي 2 a x بلس بي. نعمل سمبلس تو فور توم على هاف تتشال اكس باور 2 على اكس تبقى 1 على اكس بلس 2 اي اكس بلس بي. هنساوي الكلام ده بزيرو ونعوض مره عن الاكس بنيجاتيف 1 عن الاكس بنيجاتيف 1 تبقى نيجاتيف 1 ماينس 2 اي بلس بي ايكوال 0 يعني 2 اي ماينس بي ايكوال نيجاتيف 1 الايكويجن الاولانيه. ومره هعوض عن الاكس ب 2 اللي هو مدهالنا فتبقى هاف بلس 4a plus b equal 0 يعني 4a plus b equal negative half الايكويجن الثاني. اثنين ايكويجن ممكن نحلهم على مود 5 1 او ممكن نعمل اد، لو عملنا اد هتبقى 6a البي هتتشال مع البي equal negative 3 على 2 يعني هتطلع الاي equal negative 1 على 4. لو عوضنا عن الـ A في أي إيكويجن من الاتنين بـ نيجاتيف 1 على 4 مثلا في الإيكويجن التانية فهتبقى نيجاتيف 1 على 4 في 4 هتبقى بـ نيجاتيف 1، نيجاتيف 1 بلس B إيكوال بـ نيجاتيف هاف يعني الـ B هتطلع إيكوال هاف. الـ A إيكوال نيجاتيف كوارتر والـ B إيكوال هاف، هو عايز الـ A بلس الـ B، لو عملنا الـ A بلس الـ B هتطلع الإجابة إيكوال كوارتر وتطلع الإجابة نمبر B. G increasing function يعني G داش بوستر أكبر من الزيرو، H decreasing function يعني G داش نيجاتيف يعني أقل من الزيرو. معايا الـ F of X عبارة عن 4G of X minus 3H of X. لو أنا عملت derivative تبقى F داش equal 4G داش minus 3H داش. G داش بوستر 4 في بوستر هتطلع دي بوستر ماينس اتش داش نيجاتيف 3 في نيجاتيف هتطلع بنيجاتيف، نيجاتيف نيجاتيف هتتحول بوستيف اذا الناتج النهائي هيطلع بوستيف، اذا
اف داش لازم تطلع increasing on r وتطلع الإجابة نمبر A. if increasing function on its domain يعني ال f dash post which of the following function not necessary to be increasing on its domain. خلينا نمسك function function كده ونشوف مين اللي تنفع تبقى increasing. y أول واحدة y equal root f of x, فلو أنا أجيب y dash هتبقى 2 root تحت و derivative اللي تحت root 4. f dash positive والروت دايما بيطلع رقم بوستيف في 2 يعني اللي تحت هيبقى بوستيف, بوستيف على بوستيف يبقى ده بوستيف, يبقى دي انكريزنج, يبقى الاولى انكريزنج على الدومين هو عايز اللي مش ضروري. تاني واحده y equal cubic root f of x derivative ال cubic root هتبقى ال y dash equal بنحط 3 تحت ونحط ال cubic root f of x بس بنعمل لها باور 2 وال derivative اللي جوه البراكت بيتحط فوق, f dash اللي فوق بوستيف واللي تحت الروت بوستيف عشان باور 2, فاللي تحت هيطلع بوستيف, بوستيف على بوستيف هيطلع بوستيف, يبقى دي برضه انكريزنج. الثانيه انكريزنج. الثالثه y equal f of x بس اقول باور 2, فلما اجي اعمل y داش هتطلع 2 في f of x في f داش of x, f داش of x بوستيف بس f of x احنا مش عارفين اشارتها, يبقى دي نوت نيسيسري, يبقى دي مش ضروري تطلع هي, يبقى دي غلط. طب نشوف اخر واحده y equal e بار f of x, ال y داش هتطلع e بار f of x زي ما هي في f داش of x, f داش of x بوستيف وال e ال e من الفانكشن الدومين بتاعها بار والكو دومين بتاعها ار بوستيف, اذا الناتج بتاع ال e لازم يطلع رقم بوستيف, مستحيل e يطلع لي رقم نيجاتيف, وبالتالي بوستيف في بوستيف هيطلع بوستيف, اذا دي انكريزنج, اذا كلهم انكريزنج ما عدا نمبر سي, نمبر سي الوحيده اللي مش مضمون تطلع increasing ولا decreasing بسبب ان احنا مش عارفين ال f of x هل هي positive ولا هل هي negative. polynomial function بيديني ال f dash then it's decreasing on its domain f. طيب ال f dash من ال second degree a x power 2 plus b x plus c. خلينا نقول ان اي فانكشن من السكند ديجري قدامي ثلاث حالات, يا يطلع معايا اجابتين, فلو طلع معايا اجابتين مثلا واحده ال وواحده ام بتطلع الاشاره هنا لايك الايه وهنا لايك الايه وهنا اوبوزيت للايه, اذا الاشاره هتتغير فمش هتطلع ابدا ديكريزنج على الدومين, يعني مثلا لو دي طلعت بوستيف فدي هتطلع بوستيف ودي هتطلع نيجاتيف والعكس صحيح, لو دي نيجاتيف فدي نيجاتيف فدي بوستيف, فبالتالي الحاله دي مش عايزينها تحصل. طيب الحالة الثانية لو طلع إجابة واحدة بس روت واحد بس اللي هو ال N, الإشارة على الجنبين بيبقوا لايك ال A لايك ال A لايك ال A, فالإشارتين هيطلعوا شبه بعض, يعني الاثنين بوستيف يعني الاثنين نيجاتيف, إذا ممكن يطلعوا الاثنين لايك ال A بالنيجاتيف لو ال A رقم بالنيجاتيف, إذا أنا محتاج ال A يطلع رقم بالنيجاتيف ومحتاج الحالة دي تحصل. الحالة الثالثة إن ما يطلعش إجابات خالص, لو ما طلعش إجابات خالص على النمبر لاين فالإشارة بتطلع لايك ال A, فاللايك الاي فانا عايزها تطلع نيجاتيف عشان تطلع ديكريزنج يبقى انا عايز الاي نيجاتيف, اذا انا عايز الحالتين دول يحصلوا وعايز الاي تطلع نيجاتيف, اذا لازم الاي تطلع نيجاتيف, يبقى ده اول شرط عندي. طب الشرط الثاني الحالتين دول بيطلعوا بحاجه اسمها ديسكريمنانت اللي هي بي باور 2 ماينس 4 اي سي, الحاله اللي فوق دي بتطلع لما بتكون ايكوال 0 والحاله اللي تحت بتطلع لما بتكون اصغر من الزيرو, يبقى انا عايز بي باور 2 ماينس 4 اي سي 4 اي سي اصغر من او ايكوال 0, انا عايز الشرط ده يتحقق عشان تطلع الحاله الثانيه او الحاله الثالثه, اذا الاجابه بتاعتي هتطلع نمبر سي ان هي فيها الاي اصغر من 0 اللي ايه تطلع بالنيجاتيف, وفيها البي باور 2 ماينس 4 اي سي اصغر من او ايكوال 0 اللي هو الديسكريمينانت بتاعي. الفانكشن اف اوف اكس ايكوال كي اكس باور 3 بلس 5 اكس هاز تو كريتيكال بوينتس, زي ما قلنا لما نجيب اف داش هتتحول معايا فانكشن باور 2 3 كي اكس باور 2 بلس 5, فانكشن باور 2 ليها ثلاث احتمالات عشان يطلع معايا 2 روتس لازم بي باور 2 ماينس 4 اي سي يطلع اكبر من الزيرو, الاي اللي هي ب 3 كي, البي اللي هو الكوفيشن اوف اكس ب 0, السي اللي هو ب 5, لما اعوض بي باور 2 ب 0 ماينس 4 في الاي اللي هو 3 كي في السي اللي هو ب 5 لازم الكلام ده يطلع اكبر من 0 نيجاتيف, ودول هيطلعوا بسكستي كي
اكبر من الزيرو، لما نقسم على نيجاتيف 6 العلامه بتتحول تبقى الكي اصغر من الزيرو. الكي اصغر من الزيرو يعني الكي بيلونج تو من نيجاتيف انفينيتي لحد الزيرو، فالاجابه تطلع نمبر سي. ده السؤال رقم 131. If the function polynomial function has local maximum value at the point A و B، يبقى F dash of B. البولينوميال فانكشن، أي بولينوميال فانكشن لما بعمل لها F dash ما ينفعش أسويها بالأندفايند، دي لازم تتساوي بالزيرو، وبالتالي عشان تطلع معايا كريتيكال بوينت أو لوكال ماكسيمم أو لوكال مينيمم لازم تبقى F dash equal زيرو، ما تنفعش تطلع أنديفايند. الأنديفايند بيحصل في الروت وفي الراشونال فانكشن والكلام ده كله. السؤال اللي بعده، curve of function has f of 5 equal 7, f dash of 5 equal 0, f double dash of 5 equal negative 4 بيسأل على البوينت 5 و 7 has not. طيب f dash of 5 equal 0 يعني البوينت 5 دي critical critical point، اذا لو انا رسمت النمبر لاين ال 5 critical point اللي هي البوينت، بيقول لي f of 5 equal 7 اللي هي تعتبر بوينت 5 و7، قيمة الواي بتاعتها ب7. طيب اف دبل داش عند ال 5، اف دبل داش عند ال 5 طالعة بالنيجاتيف، نيجاتيف 4، ما دام طالعة بالنيجاتيف يبقى دي المفروض لوكال ماكسيمم. الاف دبل داش لما تطلع نيجاتيف تبقى دي لوكال ماكس، لوكال ماكسيمم يعني اللي قبلها انكريز واللي بعدها ديكريز، اللي قبلها بوستيف واللي بعدها نيجاتيف. زين اللي هو بيسأل على البوينت، فالبوينت هنا لوكال ماكسيمم. has minimum value equal 3 at x equal 1، يعني في بوينت عندي ال x بتاعتها ب1 وال y بتاعتها value يعني ال y ب3. طب f of x بقى اللي معايا equal x power 2 plus ال x plus m، لو عملت derivative تبقى 2x plus ال equal 0، لو عرضنا عن ال x فال x ب1 فتبقى 2 plus ال equal 0 يعني ال n ب negative 2. يبقى دي أول حاجة. تاني حاجة البوينت دي لازم تبقى موجودة على الكيرف، فأنا عوضت 3 ال x ب1 فتبقى 1 plus ال plus m، ال ال ب negative 2 تبقى 3 equal 1 minus 2 plus m يعني ال m هتطلع equal 4. طب هو عايز ال minus m، ال ال طلعت ب negative 2 minus 4 تطلع الإجابة equal negative 6، الإجابة نمبر دي. local minimum عند ال x equal negative 2 هنجيب f dash، f dash ال x ب1 ال a على x هتطلع negative a على x power 2، هسويها مرة ب 0 وأعوض عن ال x ب negative 2 تبقى 1 minus a على 4 equal 0 يعني ال a المفروض تطلع equal 4 وتطلع الإجابة نمبر a. function has local minimum، انهي واحده من دول has local minimum؟ فامسك function function كده واشوف مين اللي ينفع يبقى ليها local minimum. اول function اللي هي f of x equal to x minus 1، لو انا عملت f dash ف f dash هتطلع equal to، مفيش critical point لان ما اقدرش اسويها بالزيرو، وبالتالي مستحيل يبقى فيه local maximum و local minimum، اذا الاولى غلط. تاني واحده f equal x power 2 plus 1، خلي بالك انا اقدر اعرفها من رسمتها، x باور 2 بلس 1 دي المفروض كيرف عامل الشكل ده، وبالتالي هتبقى في لوكال منهم، لكن لو انا استخدمت برضه القانون هيبقى 2x هساويها بالزيرو، تطلع ال x ايكوال 0 طبعا نمبر لاين، اعوض برقم قبلها هتطلع نيجاتيف، برقم بعدها هيطلع بوستر، اذا هنا ديكريز هنا انكريز، يبقى في لوكال منهم الثانيه صح، بالتالي الثالثه والرابعه المفروض هيطلعوا غلط لو انا جربته. function f of x defined من a ل b، f dash اصغر من 0، ال f dash negative، يبقى لما المفروض ان الفانكشن دي من ال a لل b تكون f dash بالنيجاتيف يعني decreasing function. طب decreasing function ال absolute minimum value ما دام هي decrease يبقى الماكسيمم هيبقى عند ال a والمينيمم هيبقى عند ال b، اذا هو بيقول لي ال absolute minimum value هتبقى عند ال b تبقى ال f of b، والابسولوت ماكسيمم فاليو هتبقى عند ال f of a، هو هنا بيسأل على الماكسيمم يبقى عند ال f of a تطلع الإجابة نمبر a.
curve of function has local extreme عند 1 و 2 معايا بوينتس مع 1 و 2 لازم تبقى ساتسفاينج على الكيرف f of x equal 2ax power 2 plus bx plus 3 هنعوض بالبوينت مكان ال y ب 2 مكان ال x ب 1 فتبقى 2a plus b plus 3 هنعدي 3 الناحية التانية تبقى 2a plus b equal negative 1 ادي اول ايكويشن تاني ايكويشن نجيب f داش f داش هتطلع 4ax plus b هنساويها بال 0 ونعوض عن ال x ب 1 فتبقى 4a plus b equal 0 معايا اتنين ايكويشن ممكن نحلهم على مود 5 1 وممكن نعمل subtract فهتطلع negative 2a equal negative 1 يعني ال a equal half لو عوضنا عن ال a half في أول equation يبقى 1 plus b equal negative 1 يعني ال b equal negative 2 ال a plus ال b هتطلع negative 1.5 اللي هي negative 3 على 2 الإجابة number c. absolute minimum value من 0 لبار هنجيب ال f داش ال f داش x sin x هنثبت الاول derivative الثاني cosine هنثبت الثاني sin x و derivative الاول 1 plus ال cosine ب negative sin الاثنين دول هيتشالوا مع بعض تبقى equal x cosine x هنساويها بال 0 يبقى مره ال x equal 0 ومره ال cosine x equal 0 ال x equal 0 خلاص cosine x equal 0 بتحصل عند ال x equal by على 2 وعند ال x equal 3 by على 2 باي على 2 جوه الانترفال بتاعتي 3 باي على 2 بره فمش هناخدها يبقى انا معايا 2 critical point الزيرو والباي على 2 هجيب مره اف اوف 0 ومره اف اوف باي على 2 ثم حدود الانترفال بتاعتي الزيرو خلاص خدناها والباي هنشوف مين اكبر رقم فيهم هما التلاته لما اعوض بزيرو في الفانكشن الاصليه دي هتبقى بزيرو كوزين 0 ب 1 فدي هتطلع ب 1 باي على 2 هتطلع باي على 2 ساين باي على 2 ب 1 فهتطلع باي على 2 كوزين باي على 2 فدي هتطلع باي على 2 الباي لما عوض ساين باي بزيرو كوزين باي بنيجاتيف 1 هو عايز الابسوليوت مينيمم الابسوليوت مينيمم طلعت ايكوال نيجاتيف 1 عند الاكس ايكوال باي وبالتالي هو بيسال عند الاكس ايكوال كام فعند الاكس ايكوال باي ماكسيمم فاليو اوف ذا فانكشن اف اوف اكس ايكوال 3 ماينس ساين اكس هنجيب اف داش السري بزيرو والساين هتبقى بكوزين هنساويها بزيرو الكوزين اكس ايكوال زيرو عند الاكس ايكوال باي على 2 اللي هي ب 90 وعند الاكس ايكوال 3 باي على 2 اللي هي 270 يا اما نجيب الاف دبل داش يا اما نرسم النمبر لاين هجيب الاف دبل داش الاف دبل داش الكوزين بنيجاتيف ساين فهتطلع ساين اكس لما نعوض على الاكس باي على 2 فالاف دبل داش ساين باي على 2 هتطلع بالبوستيف لما نعوض على الاكس ب 3 باي على 2 ساين 3 باي على 2 هتطلع نيجاتيف دي الماكسيمم عشان طالعه نيجاتيف ودي المينيمم عشان طالعه بوستيف هو عايز الماكسيمم الماكسيمم عند الاكس ايكوال 3 باي على 2 270 طب هو عايز الفاليو عايز قيمته الواي اف اوف 3 باي على 2 هنعوض تبقى 3 ماينس ساين 270 بنيجاتيف 1 ف 3 ماينس نيجاتيف 1 بلس 1 فتطلع الاجابه ايكوال 4 خلي بالنا دايما في الشيفت ساين والشيفت كوزاين بنطلع اجابتين مش اجابه واحده السؤال اللي بعده انفليكشن بوينت بيجي من الاف دبل داش معايا اف داش هتطلع 3 اكس باور 2 ماينس 3 اف دبل داش هتطلع ايكوال 6 اكس هتساوي ب 0 يعني الاكس هتطلع ب 0 لما اقعد في الفانكشن الاصليه يعني الاكس ب 0 الواي هتطلع ايكوال نيجاتيف 1 يبقى الانفليكشن بوينت 0 ونيجاتيف 1 اتاكد منها انفليكشن ازاي ادي الزيرو على النمبر لاين اشوف اشاره الاف دبل داش لو قبلها هتطلع نيجاتيف لو بعدها هتطلع بوزيتيف ده كونفكس اب وده كونفكس داون بالفعل هي انفليكشن عند 0 ونيجاتيف 1 الاجابه نمبر بي inflection point عند ال x equal negative 1 هنجيب ال f double dash f dash equal هتطلع 3 k x power 2 plus 18 x f double dash هتطلع equal 6 k x plus 18 هسويها بال 0 عوض عن ال x ب negative 1 يبقى negative 6 k plus 18 equal 0 فال k هتطلع equal 3 تطلع الإجابة number b curve of the function is convex downward
مين من الفانكشنز دي كونفكس لو نورد، الكونفكس هيجي من الاف دبل داش. طب خلينا نجيب الاف دبل داش او نبقى عارفين شكل الرسمه. خلينا نشوف شكل الرسمه 3 ماينس اكس باور 2، المفروض دي رسمه، الرسمه عامله كده، فده كونفكس اب، فمستحيل دي تنفع كونفكس داون. اذا الاولى غلط كده كده من شكل ايه، من شكل رسمتها. الثانيه لو انا معايا اف ايكوال 3 ماينس اكس باور 3، اف داش هتطلع نيجاتيف 3 اكس باور 2، الاف هتطلع نيجاتيف 6 اكس، هتساوي بالزيرو، اكس هتطلع بزيرو، فهحطها على النمبر لاين. اللي قبلها هيطلع بوستيف، اللي بعدها يطلع نيجاتيف. اذا في كونفكس داون وفي كونفكس اب، لا هو عايزها كونفكس داون بس، يبقى الثانيه غلط. الثالثه f equal 3 minus x power 4، فال f dash equal negative 4 x power 3، ال f double dash هتطلع negative 12 x power 2. الرقم ده دايما negative، ليه؟ لان ال x power 2 دايما positive، مضروب في negative 12 ودايما negative. اذا اشارة ال f double dash دايما negative، اذا دايما convex up، احنا عايزينها convex down، يبقى برضو دي غلط. هتشغل الاخيرة f equal 3 بلس اكس باور 4، فالاف داش هتطلع 4 اكس باور 3، فالاف دبل داش هتطلع 12 اكس باور 2. دايما رقم بوستيف، اذا النمبر لاين بتاع الاف داش دايما بوستيف، اذا دايما كونفكس داون، اذا هي دي الاجابه الصحيحه. فانكشن اف اوف اكس ايكوال اكس باور 4 بيسال على البوينت 0 0، تعال نشوف تنفع تبقى ايه البوينت 0 0. اول حاجه y equal x power 4، الكريتيكال y داش هتبقى 4 x power 3، هساويها بالزيرو، هتطلع ال x بزيرو، وال x بزيرو لما عوض يبقى 0 0، دي تنفع الكريتيكال أول حاجة تنفع. طب هل هي لوكال ماكسيموم ولا لوكال مينيموم؟ لما أحط الزيرو على النمبر لاين أشوف إشارة ال y داش، قبلها هتطلع نيجاتيف بعدها هتطلع بوستيف، إذا ده ديكريز وده انكريز، يبقى هي لوكال مينيموم. لما نجيب الواي دبل داش هتطلع 12 اكس باور 2، هنساويها بالزيرو، هتطلع الاكس بزيرو، نحطها على النمبر لاين ونشوف اشاره الواي دبل داش قبلها وبعدها، قبلها بوستيف وبعدها بوستيف، اذا ما تنفعش تبقى انفليكشن. اذا هي كريتيكال بوينت ولوكال مينيمم، لوكال مينيمم صح، لوكال ماكسيمم غلط، انفليكشن بوينت غلط، تبقى الاجابه نمبر ايه. function f of x has inflection point عند ال x equal by على 4، يبقى هنجيب ال second derivative. f dash هتطلع 2ax والساين هتبقى cosine x، f double dash هتطلع 2a والكوزين هتبقى negative sine، هساوي الكلام ده ب 0 واعوض عند x by على 6، 2a minus sine by على 6 اللي هي ب 30 equal 0، يعني 2a equal sine 30 اللي هي ب half، يعني ال a equal quarter، الإجابة number b. مثال الابلكيشن اكس بلس واي ايكوال 13، عايز الفاليو اوف اكس ويتش ميك الاكسبريشن دوت اللي هو مدهوني از ماكسيمم، ده اللي ببدا منه. تعال نسمي ده ال مثلا، ال ايكوال 2 اكس بلس 3 واي بلس اكس واي، لازم يبقى فاريبل واحد، هو مديني علاقه ما بين الاكس والواي، يعني الواي ايكوال 13 ماينس اكس، هعوض تبقى 2 اكس 3 واي، فهحط 13 ماينس اكس x y، فتبقى x في 13 minus x، دي بقت ال ال، بقت variable واحد. نبتدي نعمل derivative، ال داش 2 x هتبقى 2، 3 زي ما هي و 13 minus x هتبقى ب negative 1، دي حالة multiply، هثبت الأول derivative الثاني ب negative 1، هثبت الثاني 13 minus x و derivative ال x ب 1، نجمع 2 وادي minus 3 هتطلع ب negative 1 minus x plus 13 minus x تطلع 12 minus 2 x، نساويها بالزيرو تطلع ال x equal 6، إذا الإجابة بتاعتي equal 6. طبعا أقدر أعرف هي ماكسيمم ولا مينيمم بالـ L دبل داش، الـ L دبل داش هتطلع نيجاتيف 2، تبقى هي ماكسيمم زي ما هو طالب مني. R belong to R، X belong to R positive، يعني X لازم رقم positive، X plus 1 على X greater than or equal K، يعني هو كأن بيقول لي إن اللوكال مينيمم بتاعه هتطلع ايكوال كي. طب عايز الكي تطلع بكام؟ يبقى هو عايز اللوكال مينيمم. تعال نسمي الاكسبريشن ده واي، واي ايكوال اكس بلس 1 على اكس فاريبل واحد، يبقى هنجيب الواي داش 1 ودي تطلع نيجاتيف 1 على اكس باور 2، نساويها بالزيرو تبقى 1 ايكوال 1 على اكس باور 2، يعني اكس باور 2 ايكوال 1، يعني الاكس ايكوال بوستيف او نيجاتيف 1، هو بيقول لي الاكس بوستيف يبقى الاكس ايكوال 1، الاكس ايكوال 1 هحطها على
النمبر لاين او اجيب الواي دبل داش. لو انا حطيتها على النمبر لاين ادي ال1 وعوضت برقم، طبعا احنا بنشتغل على الار بوستر يعني بنشتغل كده. لو عوضت برقم زي الهاف هتطلع هنا نيجاتيف، لو عوضت برقم زي ال2 هتطلع هنا بوست. ده ديكريز وده انكريز، اذا ال1 هنا لوكال مينيمم، لوكال مينيمم عند الاكس ب1. طب هو عايز مش الاكس، هو عايز الواي، الواي تطلع بكام؟ الواي اللي هي بقت 1 بلس 1 على 1 هتطلع ب2، اذا الفاليو بتاعتي هتطلع ب2. اذا اكس بلس 1 على اكس اقل قيمه ليها ممكن تظهر هي ال2. maximum value of the expression برضه تعال نسمي الاكسبريشن ده هو y equal sin x plus root 3 cosine x. variable واحد يبقى انا هعمل y dash sin بcosine، الكوزين ب negative sin فدي هتبقى negative root 3 sin x. هنساوي الكلام ده بزيرو، يبقى cosine x equal root 3 sin x، يبقى نقسم على الكوزين تبقى 1 equal root 3 tan x، يعني tan x equal 1 على root 3. tan x equal 1 على root 3 تبقى ال x equal باي على 6 اللي هي equal 30 degree، تطلع الإجابة number C. طبعا ممكن تطلع في quadrant التاني، بس أنا ما عنديش إجابات كمان في quadrant التاني أو في التالت. الرينج اوف ذا فانكشن، الرينج يعني انا عايز اللوكال ماكسيمم واللوكال مينيمم بتاعها. واي ايكوال ساين اكس بلس كوزاين اكس، فاريبل واحد يبقى نعمل ديريفيتيف، الساين هتبقى بكوزاين والكوزاين هتبقى بنيجاتيف ساين، هنساويها بالزيرو تبقى ساين اكس ايكوال كوزاين اكس، نقسم على الكوزاين تبقى تان اكس ايكوال 1، يبقى الاكس ايكوال باي على 4 اللي هي 45 في الفيرست كوادرانت، والاكس ايكوال 5 باي على 4 اللي هي 225 في الثيرد كوادرنت. واحدة هتبقى هي اللوكال ماكسيمم، واحدة هتبقى هي اللوكال مينيمم. لما نعوض هنا ب 45 و 225، لما نعوض في الواي داش، لما نعوض برقم قبل ال 45 زي ال 30 هتطلع كوزاين 30 هتطلع ب روت 3 على 2 ماينس ساين 30 هتطلع دي بوستيف. لو عوضنا برقم هنا زي ال 90 هتطلع نيجاتيف، لو قعدنا هنا هتطلع بص. اذا increase decrease increase الماكسيمم هنا والمينيمم هنا. طب نجيب الفاليو، الواي عند ال 45 ساين 45 ب 1 على روت 2 كوزاين 45 ب 1 على روت 2 هتطلع 2 على روت 2 بروت 2. نجيب في الثيرد كوادرانت 225 ساين 25 ب 1 على روت 2 كوزاين 125 نيجاتيف 1 على روت 2 هتطلع نيجاتيف 2 على روت 2 بنيجاتيف روت 2، تطلع الإجابة هنا نيجاتيف روت 2. إذا الماكسيمم روت 2 والمينيمم نيجاتيف روت 2، يبقى الرينج بتاعي من نيجاتيف روت 2 لروت 2. المينيمم فاليو اوف ذا فانكشن اكس لين اكس، عايزين نجيب المينيمم واي ايكوال اكس لين اكس، الدومين بتاعي من 0 اوبن لحد الانفينيت الار بوست. نجيب y داش، y داش equal x في 1 على x plus ln x، يعني بقت 1 plus ln x، نساويها بال 0 يبقى ln x equal negative 1، ندخل e على الطرفين تبقى x equal e power negative 1 او هي 1 على e. نرسم النمبر لاين او نجيب ال y double داش، ما بنتعاملش مع ال 0 ولا اللي قبل ال 0، بنتعامل مع ال 1 على e اللي هي تقريبا 0.36. هنعوض برقم قبلها ونعوض برقم بعدها، لو عوضنا برقم قبلها هتطلع نيجاتيف، لو عدنا برقم بعدها هتطلع بوزيتيف. ديكريز وانكريز، اذا الاكس ايكوال 1 على اي. كلمه فاليو يعني عايزين الواي، الواي ايكوال بقت 1 على اي لن 1 على اي، او اي باور نيجاتيف 1 لن اي باور نيجاتيف 1. نيجاتيف 1 هتنزل تبقى نيجاتيف اي باور نيجاتيف 1 ولن اي 1 يعني نيجاتيف 1 على اي، تطلع الاجابه نمبر سي. Perimeter of circular sector is B. Circular sector ال perimeter بتاعه B equal 2R plus L. ال B هنا يعتبر بقى constant بالنسبة لي. طب عايزين ال area، ال area of ال
ما ينفعش نتعامل معاه في ال في ار عشان تو فاريبل، هنجيب ال ال من هنا، ال ال بي ماينس تو ار ونعوض بها هنا تبقى هاف، ال ال هنشيلها ونحط بي ماينس تو ار في ار، يعني بقت هاف بي ار ماينس ار سكوير، دي بقت الاريا في فاريبل واحد اللي هو الار لان البي كونستنت. نجيب اي داش تبقى هاف بي ماينس 2 ار نساويها بالزيرو، يبقى هاف بي ايكوال 2 ار، يبقى الار ايكوال كوارتر بي. لو جبنا الاي دبل داش هتطلع بنيجاتيف 2، يبقى ماكسيمم عند الار ايكوال كوارتر بي، اذا ايكوال دي على 4 الاجابه نمبر دي. height of circular cylinder which has maximum volume inside a sphere. معايا sphere وعايز ارسم فيه cylinder، cylinder بالشكل ده جوه ال sphere اللي ال radius بتاعها equal r. طيب هنفرض ان ال radius هنا ب x وال height هنا كده ب دي واي، ودي واي اللي هو بطول. عشان استفيد ان انا اوصل ده كده، ده اللي هو الار، يبقى انا عندي علاقه بتقول اكس باور 2 بلس واي باور 2 ايكوال ار باور 2. احنا عايزين الفوليوم، الفوليوم بتاع السلندر باي ار باور 2 في اتش اللي هي تعتبر باي الار هنا باكس، يبقى اكس باور 2 والهايت عباره عن 2، يبقى بقت 2 باي اكس باور 2 واي. لازم اخليهم فاريبل واحد، هجيب اكس باور 2 من هنا، اكس باور 2 ايكوال ار باور 2 ماينس واي باور 2، يبقى الفوليوم بقى 2 باي واي، وهشيل الاكس وتبقى ار باور 2 ماينس واي باور 2، هنضرب فبقت 2 باي ار باور 2 واي ماينس 2 باي واي باور 3. نجيب ال في داش نعمل ديريفيتيف تبقى 2 باي ار باور 2 ماينس، ودي بقت 6 باي واي باور 2، نساويها بالزيرو نقسم على الباي وتبقى 2 ار باور 2 ايكوال 6 واي باور 2، نقسم على 2 تبقى ار باور 2 ايكوال 3 واي باور 2، يبقى الواي باور 2 ايكوال ار باور 2 على 3، يبقى الواي بس ايكوال ار على روت 3. الواي هو نص الهايت، الهايت ب 2 واي يعني 2 ار على روت 3، وتقدر تعتبرها قاعدة وتحفظها ان الهايت اوف largest cylinder equal to r على root 3، بحيث لو ادالك قيمة ال r بتاع ال sphere تعوض في القانون ده على طول وتجيب قيمة ال cylinder. نفس الكلام بنفس الفكرة، ال height of cone اللي مرسوم جوه sphere ال radius بتاعتها ب r، نفس الفكرة مع اختلاف القانون. ال cone بيبقى شكله عامل كده، الهايت بتاعه هنا والريديوس بتاعته هنا هنسميها اكس، الهايت بتاعتي هنسمي الحته دي واي، ودي طبعا الار بتاع السفير اللي انا برضه ممكن اوصل كده واقول ان دي الار، ويبقى عندي علاقه بتقول اكس باور 2 بلس واي باور 2 ايكوال ار باور 2. الفوليوم هنا بيبقى ثابت باي ار باور 2 اللي هي اكس باور 2 في الهايت اللي هو واي بلس ار. تو فاريبل هنعوض مكان الاكس، الاكس باور 2 ايكوال ار باور 2 ماينس واي باور 2، فبقت ايكوال ثابت باي، هنشيل الاكس باور 2 ونحط ار باور 2 ماينس واي باور 2 في واي بلس ار. الفوليوم بقت فاريبل واحد، هنعمل ديريفيتيف في داش، ثيرد باي بره زي ما هي ملهاش علاقه بالموضوع، حاله مالتي بلوت. هنثبت الاول الار باور 2 ماينس الواي باور 2، ديريفيتيف الثاني الواي ب1 والار ب0 بلس الثاني واي بلس ار، في ديريفيتيف الاول الار باور 2 بزيرو والواي باور 2 هتبقى نيجاتيف 2 واي. هنساوي الكلام ده بزيرو، اللي بره ده ملوش لازمه هيتشال، يبقى ار باور 2 ماينس واي باور 2 هتبقى ماينس 2 واي في واي بلس ار ايكوال 0. نفك ار باور 2 ماينس واي باور 2 ماينس 2 واي باور 2 ماينس 2 واي ار ايكوال 0. ار باور 2 ودي ماينس 3 واي باور 2 ماينس 2 واي ار ايكوال 0. هنرتب عشان نعمل فاكتورايز، ار باور 2 ماينس واي ار ماينس 3 واي باور 2 ايكوال 0. لما نعمل فاكتورايز الار والار، الواي هتبقى 3 واي هنا و واي هنا، دي 2 واي ار، دي 2 واي ار
دي هتاخد علاقة نيجاتيف ودي هتاخد علاقة بوزيتيف عشان تطلع نيجاتيف 2 واي ار. يبقى مرة ال r equal 3 y، يعني ال y equal r على 3، ومرة ال y equal negative r. طبعا ده refused، يبقى ال y equal r على 3. هو عايز هنا قيمة ال height. ال height عبارة عن ال r plus ال y، وال y طلعت r على 3، يعني ال height بقت equal 4 r على 3. يبقى الإجابة نمبر بي، وبرضه دي ممكن نعتبرها قانون ونقول إن الهايت بتاع الكون دايما إيكوال 4R على 3، ونقدر نحفظها ونستخدمها كعلاقة مباشرة لو طلبت مني وإدينا قيمة الـ R. هايت أوف كون زي المسألة دي كده، ده يعتبر تدريب عن اللي فاتت. هايت أوف كون لما الراديوس إيكوال 9، طب ما إحنا لسه قايلين إن الهايت أوف كون إيكوال 4R على 3، ف4 في 9 اللي هي الراديوس على 3، هتطلع الإجابة إيكوال 12، يبقى الهايت هيطلع 12. يبقى لو أنا حافظ القانون هقدر أطبق في المسألة من غير ما أقعد أحلها مرة تانية، لكن هي ممكن تتحل بنفس الطريقة يعني. مينيمم ديستانس بتوين تو أوريجين بوينت وبوينت الإكس والواي بتاعتها بزيرو. الأوريجين بوينت المفروض إن هي 0 دي، والبوينت التانية الإكس عبارة عن 2 ساين تي ماينس ساين 2 تي، والواي بتاعتها عبارة عن 2 كوزاين تي ماينس كوزاين 2 تي. الديستانس الاس لو سميناها اس عبارة عن سكوير روت اكس ماينس اكس باور 2، فهتطلع 2 ساين تي ماينس ساين 2 تي اول باور 2، والواي ماينس واي باور 2، فهتطلع 2 كوزاين تي ماينس كوزاين 2 تي اول باور 2. ممكن نعمل باور 2 في الناحية التانية تبقى اس باور 2، نشيل الروت منها. طيب نحاول بقى نشتغل على اللي موجود دوت. ممكن نفك البراكت وممكن نعمل ديريفتيف. خلينا نفك البراكت كده، براكت باور 2، فالأول باور 2 فهتطلع 4 ساين باور 2 تي، والتاني باور 2 فهتطلع ساين باور 2 2 تي، والأول في التاني في 2 فهتطلع نيجاتيف 4 ساين تي في ساين 2. لما نفك البراكت التاني، الاول في نفسه هتطلع 4 كوزاين باور 2 تي، والتاني في نفسه هتطلع كوزاين باور 2 2 تي، والاول في التاني في 2 هتطلع نيجاتيف 4 كوزاين تي كوزاين 2 تي. لما نجمع دول تبقى الاس باور 2 ايكوال الاثنين دول مع بعض كده، الساين باور 2 بلس كوزاين باور 2 ايكوال 1، فدول هيطلعوا 4. الاثنين دول برضو مع بعض، الساين باور 2 بلس كوزاين باور 2، فدول هيطلعوا 1. ناخد نيجاتيف 4 كومن فاكتور، فيبقى معايا ساين تي ساين 2t بلس كوزاين تي كوزاين 2t، فهتطلع s باور 2 ايكوال 5 ماينس 4، واللي جوه البراكت ده قاعدة الماينس بتاعة الكوزاين. كوزاين كوزاين بلس ساين ساين هي كوزاين الديفرنس ما بين 2 انجل، الانجل اللي هي واحدة ب2t وواحدة ب-t. اذا ال s باور 2 هتطلع 5 ماينس 4 كوزاين تي. كده بقت فاريبل واحد. لما نعمل ديريفيتيف 2s في s داش ايكوال 5 ب0 تبقى نيجاتيف 4، والكوزاين لنيجاتيف ساين تي هنساويها بالزيرو، قيمة التي هتطلع ايكوال 0. لما نعوض في القاعدة دي فتبقى اس باور 2 ايكوال 5 ماينس 4 كوزاين 0 ب1، فتطلع اس باور 2 ايكوال 1، يعني الاس ايكوال 1، وتطلع الإجابة نمبر 8. greatest area of تراينجل، معايا تراينجل فيه اتنين سايد والانكلودد انجل، يبقى استخدم قاعدة الاريا هاف سايد اللي هو اكس ماينس 4 في سايد اللي هو اكس ماينس 10 او 10 ماينس اكس، سوري 10 ماينس اكس في ساين 30. ساين 30 بهاف، فتطلع كوارتر اكس ماينس 4 في 10 ماينس اكس. فاريبل واحد هنجيب الـ a داش 1 على 4، الأول x ماينس 4، ديريفيتيف التاني هيبقى بنيجاتيف 1، بلس التاني اللي هو 10 ماينس x، ديريفيتيف الأول هيبقى ب1، هنساوي ده ب0، هتطلع هنا نيجاتيف x بلس 4 بلس 10 ماينس x إيكوال 0، تبقى 2x بلس 14 إيكوال 0، نيجاتيف 2x بلس 14 إيكوال 0، يبقى الـ x هتطلع إيكوال 7. الـ x إيكوال 7 هو عايز الـ area، فهعوض عن الاكس ب7، فتبقى الاريا ايكوال 1.
كوارتر، اكس ب7 ماينس 4 هتبقى ب3، 10 ماينس 7 هتبقى ب3، تطلع الإجابة إيكوال 9 على 4، تطلع الإجابة نمبر 8. شكل تاني من أشكال الترانجل، بس هنا هنستخدم القاعدة التانية بتاعة الأريا اللي هي هاف البيز في الهايت. بيقول لي الـ AD بلس الـ BC إيكوال 12. تعال نسمي الـ AD بإكس والـ BC بواي، يعني الـ X بلس الـ Y إيكوال 12. الأريا أساسا هاف تايم البيز تايم الهايت، يبقى هاف اكس 4. تعال نعوض عن الواي ب 12 ماينس اكس، تطلع هاف اكس، والواي ب 12 ماينس اكس. لما نضرب هتطلع دي ب 6 اكس ماينس هاف اكس باور 2. الاريا فاريبل واحد، نجيب الديريفيتيف 6 ماينس، ودي هتطلع باكس ايكوال 0، يعني الاكس هتطلع ايكوال 6. الاكس ايكوال 6 هو عايز الاريا، فهنعوض عن الاكس ايكوال 6 في اي واحده من دول. لو عوضنا هنا هاف 6 ب 3 و12 ماينس 6 ب 6، تطلع الإجابة 18، الإجابة نمبر B. السؤال اللي بعده برضه تراينجل، بس هنستخدم قاعدة تانية خالص للأريا، لو عايز برضه جريتست أريا. مديني سايد ب 3 ومديني البريمتر ب 8. تعال نفرد السايدين التانيين، واحد بإكس واحد بواي، إذا إكس بلس واي لازم كده يطلعوا إيكوال 5. الأريا عبارة عن روت اس اس ماينس اول سايد اللي هو 3، اس ماينس تاني سايد اللي هو الاكس، اس ماينس تالت سايد اللي هو الواي، والاس ايكوال هاف البريمتر، يعني الاس ايكوال 4. تعال نعوض، يبقى الاريا ايكوال 4 ماينس 3 ب 1، 4 ماينس اكس، و4 ماينس 4، يعني الاريا باور 2 عشان نشيل الروت بقت 4 في 4 ماينس اكس و4 ماينس 4. عايز اخليهم فاريبل واحد، هعوض عن الواي، الواي ايكوال 5 ماينس اكس، يبقى بقت 4 في 4 ماينس اكس في 4 ماينس واي، اللي هي بقت نيجاتيف 5 بلس اكس، يعني بقت 4 في 4 ماينس اكس، ودي بقت نيجاتيف 1 بلس اكس. كده بقت فاريبل واحد، نعمل ديريفيتيف تبقى 2a a داش. الفور زي ما هي، هنثبت الأولاني 4 ماينس اكس، ديريفيتيف التاني ب 1، بلس هنثبت التاني نيجاتيف 1 بلس اكس، ديريفيتيف الأولاني بنيجاتيف 1، هنساوي الكلام ده ب 0، تبقى 4 ماينس اكس، دي هتبقى بلس 1 ماينس اكس ايكوال 0، تبقى 5 ماينس 2 اكس ايكوال 0، يعني الاكس ايكوال 5 على 2 أو 2.5، يبقى الواي كمان ايكوال 2.5 زيها. هو عايز الاريا نفسها، فهعوض عن الاريا قاعدة الاريا اللي احنا كنا جايبينها، هنعوض في اخر خطوة فيها عن الاكس ايكوال 5 على 2، يبقى الاريا سكوير ايكوال 4 ماينس اكس، يعني 4 ماينس 2.5 ب 1.5، في نيجاتيف 1 بلس اكس هتطلع ب 1.5. دول ب 3 4 1.5. لما ناخد روت الاريا ايكوال 2 في 1.5، هتطلع الاريا ايكوال 3، تطلع الاجابه نمبر بي. برضو على شكل لو احنا قسمناها هيطلع 2 تراينجل، او قسمناها بالشكل ده عايزين الجريتست اريا. فالاريا هنا عباره عن جزئين، رايت انجل تراينجل اللي هو الجزء الرايت، ال AB هو مديها لي ايكوال ال AD، فممكن نسميها اكس ودي اكس، فتبقى هاف اكس باور 2 هاف البيس في الرايت بلس. والجزء الثاني الاريا بتاعته هاف سايد في سايد 4 في 8 في ساين الانكلودد انجل اللي هي ساين سيت، فبقت الاريا عباره عن هاف اكس باور 2، ودي بقت 16 ساين سيت. الفكرة بقى إن إحنا نخليها فاريبل واحد. معايا العلاقة ما بينهم هتيجي عن طريق ال بي دي، ال بي دي من رايت أنجل تراينجل هتطلع عبارة عن إكس روت 2. طيب إكس روت 2 عايز أربطها بالشكل بتاع التراينجل التاني. أنا عندي علاقة بتقول إن أي علاقة القوسين له
كوزاين لو او الساين، كل سايد على ساين الانجل اللي قصاده. هنا هنستخدم الكوزاين لو عشان نحول الاكس بدلالة السيتا، لان هو عايز السيتا. البي دي بار 2 اللي هو هيبقى عبارة عن 2 اكس بار 2، لما اعمل له بار 2 عبارة عن البي سي بار 2 اللي هيبقى 16 بلس السي دي بار 2 اللي هو هيبقى 64 ماينس 2 في 4 في 8 في الكوزاين الانكلودد انجل او الاوبزيت انجل اللي هي السيتا، يعني 2 اكس بار 2 ايكوال ادي 16 و64 بقت ايكوال 80 ماينس 64 كوزاين سيتا. يبقى الاكس بار 2 بقت ايكوال 40 ماينس 32 كوزاين سيتا. اقدر اعوض عنها هنا تبقى الاريا بقت ايكوال هاف، هشيل الاكس باور 2 واحط 40 ماينس 32 كوزاين سيتا بلس 16 ساين سيتا، نضرب تبقى دي 20 ماينس 16 كوزاين سيتا بلس 16 ساين سيتا، بقت فاريبل واحد اللي هي السيتا. نجيب الاي داش هتطلع بوزيتيف 16 ساين سيتا ماينس هتبقى بلس 16 كوزاين سيتا، كام ده ايكوال 0. نقسم على 16 يبقى ساين سيتا ايكوال نيجاتيف كوزاين سيتا، يبقى تان سيتا لما نقسم على كوزاين ايكوال نيجاتيف 1، يبقى السيتا ايكوال 135 ديجري، وتطلع الإجابة نمبر سي. استخدمنا هنا قانون كوزاين لو بتاع تانية ثانوي. الشكل اللي قدامي شكل رمبس، رمبس السايد ب5 ودي بإكس ودي بواي، يعني علاقة بيثاغورس اكس باور 2 بلس واي باور 2 ايكوال 25، يعني الواي باور 2 ايكوال 25 ماينس اكس باور 2، يعني الواي ايكوال روت 25 ماينس اكس باور 2. الدايجونال الاولاني يعتبر ب2 اكس، والدايجونال الثاني يعتبر ب2 واي. الاريا هاف الدايجونال الاول في الدايجونال الثاني، هاف 2 اكس في 2 واي، تطلع الإجابة 2 اكس واي. نحولها فاريبل واحد نعوض عن الواي تبقى روت 25 ماينس اكس باور 2. ممكن نشتغل كده وممكن ندخل الاكس جوه فتبقى 2 اكس، لما نخش جوه تخش باور 2 5 اكس باور 2 ماينس اكس باور 4. نعمل الاي داش ال2 بره دبل الروت تحت 25 اكس باور 2 ماينس اكس باور 4، ديريفيتيف اللي تحت الروت فوق هتطلع 50 اكس ماينس 4 اكس باور 3. لما نساوي ب0 فاحنا بنساوي اللي فوق دوت هو اللي ب0، تبقى 50 اكس ايكوال 4 اكس باور 3، نقسم على الاكس لان الاكس مستحيل تبقى ب0، تبقى 50 ايكوال 4 اكس باور 2، يعني الاكس باور 2 ايكوال 50 على 4 اللي هي ايكوال 25 على 2. يبقى الاكس بس ايكوال بقت 5 على روت 2. نعوض عشان نجيب الواي، الواي ايكوال روت 25 ماينس اكس باور 2، اكس باور 2 اللي هي 50 على 4 او 25 على 2، تطلع روت 25 على 2 اللي هي برضه تطلع 5 على 2. اذا الاكس بقت ايكوال الواي والاجابه تطلع نمبر ايه. قدام الريكتانجل في كوارتر سيركل مقسومه وعايز الاريا بتاع الشيدد برضه يطلع مقسوم. طيب لو احنا سمينا دي اكس فدي اكس زي البريمتر بتاع الريكتانجل، لو انا سميت دي واي البريمتر بتاع الريكتانجل ب 28، يعني اكس بلس الواي ايكوال 14، يعني الواي ايكوال 14 ماينس اكس. الشيدد اريا هتبقى الاريا بتاع الريكتانجل اللي هي اكس اوف واي ماينس الكوارتر سيركل اللي هي باي اكس باور 2، لازم نخليها فاريبل واحد يبقى بقت اكس، ونشيل الواي ونحط 14 ماينس اكس ماينس كوارتر باي اكس باور 2، دي بقت 14 اكس ماينس اكس باور 2 ماينس كوارتر باي اكس باور 2، دي بقت الاريا. نجيب الاي داش تبقى 14 ماينس 2 اكس، ودي بقت هاف باي اكس، نساويها بالزيرو نعديهم الناحية التانية يبقى 14 ايكوال 2 اكس بلس هاف باي اكس، ممكن نضرب في 2 فتبقى 28 ايكوال 4 اكس بلس باي اكس، اكس كومن فاكتور تبقى 4 بلس باي، نقسم يبقى الاكس ايكوال 28 على 4 بلس باي. طب هو هيطالب
اللينس بتاع الاي بي اللي هو قيمة الاكس اللي هي 28 على 4 بلس باي، وتطلع الإجابة نمبر سي. تراينجل كبير جواه ريكتانجل، عايز الدايمنشن بتاع الريكتانجل اللي يحقق لي اللارجست اريا، هنسمي ده اكس وده واي، يبقى الاريا عباره عن الاكس في الواي. عايزين علاقه بقى ما بين الاكس والواي، لو دي اكس تبقى دي ب 3 ماينس اكس، لو دي بواي فتبقى دي 4 ماينس واي. في انجل هنا ممكن نسميها سيتا، تان سيتا من الترانجل الصغير دي هتبقى واي على 3 ماينس اكس، وتان سيتا من الترانجل الكبير هتبقى 4 على 3، يبقى واي على 3 ماينس اكس ايكوال 4 على 3، يبقى الواي بقت 4 في 3 ماينس اكس على 3. نعوض في الاريا، الاريا ايكوال اكس هتتضرب في 4 على 3، 3 ماينس اكس يعني بقت 4 على 3، هتبقى 3 اكس ماينس اكس باور 2. الاي داش ال 4 على 3 بره، نعمل ديريفيتيف هتبقى 3 ماينس 2 اكس، يبقى نساويها ب 0 وتطلع الاكس ايكوال 3 على 2 او 1.5. لما نعوض في الواي يبقى الواي هتطلع 4، 3 ماينس 3 على 2 هتطلع 3 على 2 على 3، هتطلع الإجابة equal 2، يعني ال y equal 2 وال x equal 1.5، يبقى ال 2 dimension 1.5 و 2. right angle triangle مرسوم جوه circle وعايزين ال largest area، وبيقول لي إن ال diameter اسمه AB وال equal 16 يعني ال radius equal 8. المسافة بتاعة الريديوس اللي ممكن تبقى ايه ان بقيت، فممكن نسمي دي اكس وممكن نسمي دي واي. الاريا بتاع الاي دي سي هاف البيز اللي هي اكس بلس 8 في الهايت اللي هو الواي، معايا اتنين فاريبل فانا عايز علاقة ما بين الاكس والواي. لو انا وصلت من السي للان، من السي للان دوت هو الريديوس اللي هو ب 8، يبقى انا عندي علاقة بتقول اكس باور 2 بلس واي باور 2 ايكوال 64، يبقى الواي ايكوال روت 64 ماينس اكس باور 2، هتبقى الاريا ايكوال هاف اكس بلس 8 في الواي اللي هي روت 64 ماينس اكس باور 2. اتنين فانكشن هنعمل ديريفاتيف، اي داش الهاف بره، ثبت الاولى اكس بلس 8، ديريفاتيف التاني هيبقى دبل الروت تحت، وديريفيتيف اللي تحت الروت نيجاتيف 2x بلس، هنثبت الروت اللي هو 64 ماينس اكس باور 2، وديريفيتيف الاكس بلس 8 بوت، الكلام ده كله هنسويه بالزيرو. ال 2 هنا هتتشال مع ال 2 هنا، فتبقى نيجاتيف اكس في اكس بلس 8 على الروت اللي هو 64 ماينس اكس باور 2 بلس الروت اللي هو 64 ماينس اكس باور 2، الكلام ده كله ايكوال زيرو. نعدي الناحية التانية بالبوستيف، تبقى اكس باور 2 بلس 8x على الروت 64 ماينس اكس باور 2 ايكوال روت 64 ماينس اكس باور 2 سيزر، تبقى 64 ماينس اكس باور 2 ايكوال اكس باور 2 بلس 8 اكس، نعديهم ناحية واحدة تبقى 2 اكس باور 2 بلس 8 اكس ماينس 64 ايكوال 0، نقسم على 2 تبقى اكس باور 2 بلس 4 اكس ماينس 32 ايكوال 0. مرة تطلع اكس واكس، وهنا 8 وهنا 4، دي هتطلع بالبوستيف ودي هتطلع بالنيجاتيف، مرة اكس هتطلع ب4 ومرة الاكس هتطلع نيجاتيف 8، ده هتبقى ريفيوزد. الاكس ايكوال 4 هو عايز الاريا نفسها، فهنعوض في الاريا عن الاكس ب4، نعوض في قاعدة الاريا عن الاكس ب4، لما الاكس ب4 يبقى الواي هتطلع 4 روت 3، لما نعوض هنا الواي هتطلع 64 ماينس 16 48 هتطلع 4 روت 3، يبقى ال x ب4 وال y ب4 روت 3. نعوض في قاعدة الاريا الأولانية، تبقى الاريا equal half ال x ب4 بلس 8 يبقى في 12 في ال y اللي هو 4 روت 3، يطلع 24 روت 3 وتطلع الإجابة نمبر C. ريكتانجل مرسومة في سيمي سيركل الريديوس بتاعتها ب4، عايز الدايمنشن اوف ذا ريكتانجل ده ب4، هنفرض بقى
ما دام الريديوس ب 4 يبقى المسافة دي هنخليها 4، هنفرد الدايمنشن ده بإكس ودي تبقى إكس زيها، والدايمنشن ده بواي ودي هتبقى واي زيها، يعني الأريا بتاعتي هتبقى 2 إكس واي، اللينس في الويدث 2 إكس واي. عايز علاقة ما بين الإكس والواي، إكس باور 2 بلس واي باور 2 إيكوال 4 باور 2 من قاعدة بيثاغورس اللي هي 16، يعني الواي هتطلع روت 16 ماينس إكس باور 2. هنعوض هنا تبقى الأريا عبارة عن 2 إكس في الواي اللي هي 16 ماينس إكس باور 2، ممكن ندخل إكس جوه تبقى 16 إكس باور 2 ماينس إكس باور 2 زي اللي عدت من شوية. نعمل إيه داش 2 بره، الروت بيبقى دبل الروت تحت 16 اكس باور 2 ماينس اكس باور 4، والديفينيتيف اللي تحت الروت فوق تطلع 32 اكس ماينس 4 اكس باور 6 نساوي بالزيرو، فاحنا نساوي اللي فوق بالزيرو، نساوي اللي فوق بالزيرو دوت تبقى 32 اكس ايكوال 4 اكس باور 3، نقسم على اكس ان اكس ما ينفعش تطلع بالزيرو، تبقى 32 ايكوال 4 اكس باور 2، تبقى ال 8 ايكوال اكس باور 2، تبقى الاكس ايكوال 2 روت 2، الاكس ايكوال 2 روت 2، فالواي نجيب الواي، الواي بقت ايكوال روت 16 ماينس اكس باور 2 اللي هي ب 8، هتطلع روت 8 اللي هي برضه 2 روت 2. اذا الدايمنشن بتوعه عايز الاثنين دايمنشن، واحد بواي اللي هو 2 روت 2، وواحد ب 2 اكس اللي هو 4 روت 2، اذا الاثنين دايمنشن واحد 2 روت 2 واحد 4 روت 2. عايزين ال AB plus ال BC يطلعوا small as possible. طيب ال AB تعالى نسميها، أنا معايا أنجل هنا سيتا و90، لو أنا سميتها نكبر بس الرسمة أهو قدامنا، في سايد جاي كده، في سايد جاي كده. والسايد ده عند x equal 9، x equal 9 يعني البوينت دي كده ال x بتاعتها ب 9، طب ال x بتاعتها ب 9 ودي عند ال x بتاعتها ب 1، يعني المسافة دي بقت 8، المسافة دي ب 1. هنا انجل سيتا يعني السايد دوت لو انا سميته مثلا y، فال y دوت عبارة عن كوزين سيتا equal 8 على y، يعني ال y equal 8 على كوزين سيتا. الناحية التانية سيتا ودي 90 تبقى دي ألفا، ودي 90 فتبقى دي سيتا. لو أنا سميت السايد ده إكس فهتبقى ساين سيتا إيكوال 1 على إكس، يعني الإكس إيكوال 1 على ساين سيتا. الإكس هو المسافة أي بي، والواي هو المسافة بي سي اللي هو طالبهم، وعايز أي بي بلس بي سي يعني هو عايز إكس بلس الواي، 1 على ساين سيتا بلس 8 على كوزين سيتا اللي نقدر نكتبها 1 على ساين اللي هي كوزيك سيتا و8 على كوزين اللي هي 8 سيك سيتا، بقت فاريبل واحد، فاريبل واحد. تعال نسمي الاكسبريشن ده ال، نجيب ال ليش الكوزيك نيجاتيف كوزيك كوتان، والسيك بسيك تان، سيك سيتا تان سيتا، الكلام ده كله هنسويه بالايه؟ بالزيرو. تعال نحاول نعمل سمبل استفور للكلام دوت، الكوزيك اللي هي 1 على ساين، نيجاتيف 1 على ساين، والكوتان اللي هي كوزين على ساين، بلس 8 1 على كوزين، والتان ساين على كوزين، كل الكلام ده ايكوال زيرو. يبقى دي نيجاتيف كوزين سيتا على ساين سكوير، ودي بقت 8 ساين سيتا على كوزين سكوير، كل الكلام ده ايكوال زيرو. تعال نودي اللي بالنيجاتيف ده الناحية التانية بالبوستيف، تبقى 8 ساين سيتا على كوزين سكوير ايكوال كوزين سيتا على ساين سكوير. نضرب سيزر تبقى 8 ساين
باور 3 سيتا إيكوال كوساين باور 3 سيتا. ناخد كيوب الكوت تبقى 2 ساين سيتا إيكوال كوساين سيتا، نقسم على كوساين 2 تان سيتا إيكوال 1، يعني تان سيتا إيكوال هاف. تان سيتا إيكوال هاف هو عايز إيه بلس؟ هو عايز قيمة ال تان سيتا، تان سيتا إيكوال هاف على طول، خلاص يبقى الإجابة هتطلع نمبر دي. عايز ال greatest area of the rectangle، ال rectangle ده ممكن نسمي مسافة x مسافة y، يبقى البوينت دي اللي موجودة دي هنا اسمها x و y، عشان استفيد بالعلاقة بتاعة القانون اللي هو y equal 3 minus x. ال area of rectangle بقت ال length في ال width x of y، x of y نقدر نعوض على y ب 3 minus x، فبقت x في 3 minus x اللي هي بقت 3 x minus x power 2، بقت variable واحد a داش بقت 3 minus 2 x عن صواب 0، يعني ال x بقت 3 على 2 اللي هي 1.5. عايزين نجيب ال greatest area فهنعوض هنا، يبقى ال area بقت 3 في 3 على 2 اللي هي 9 على 2 minus x power 2 اللي هي 9 على 4، تطلع الإجابة equal 9 على 4، وتطلع الإجابة number C. دايما لما بلاقي بوينت على كيرف كده بفرضها هي ب x و y عشان استفيد من العلاقة بتاع الكيرف بتاعي. السؤال اللي بعده، كون عايز ال ماكسيموم فوليوم، هنسمي دي اكس ودي واي، ويبقى عندي علاقة اكس باور 2 بلس واي باور 2 ايكوال روت 3 باور 2 اللي هي 3. طب الكون الفوليوم بتاعه ايكوال سيرت الاريا اوف بيز اللي هي باي اكس باور 2 في الهايت اللي هو الواي. الاكس باور 2 اقدر اجيبها من هنا هتبقى 3 ماينس واي باور 2، هتبقى ثابت باي واي، والاكس برضه هتبقى 3 ماينس واي باور 2. لما نيجي نعمل في داش خلاص بقت فاريبل واحد ثابت باي برضه، الواي هتثبت ديريفيتيف اللي جوه البراكت هتطلع نيجاتيف 2 واي بلس، هنثبت 3 ماينس واي باور 2 وديريفيتيف الواي بواي، الكلام ده هنسويه بالزيرو اللي بره ده هيتشال، تطلع نيجاتيف 2 واي سكوير بلس 3 ماينس واي سكوير ايكوال زيرو، يعني نيجاتيف 3 واي سكوير بلس 3 ايكوال 0، يعني y سكوير ايكوال 1، فال y هتطلع ايكوال 1. هو عايز اللينس بتاع ال a m اللي هو ال y، فال y طلعت 1، فتطلع الاجابه نمبر c. ريكتانجل مرسوم جوه تراينجل ايسوسلس، تراينجل ايسوسلس يعني السايد زي السايد، يعني الانجل هنا ب 45 ونفسها الانجل الناحيه الثانيه. تعال نفرض المسافة دي بإكس والمسافة دي بواي، يبقى دي زيها إكس ودي زيها واي، يبقى greatest area of the rectangle الـ area هتبقى 2x4، علاقة ما بين الإكس والواي، لو دي بإكس هنا بـ1 فالحتة دي هتبقى 1 minus x، الحتة دي 1 minus x، الأنجل 45 تان 45 equal الـ opposite اللي هي الواي على الـ adjacent 1 minus x، كان 45 ب1 لما نضرب سيزون يبقى 1 minus x equal 4، يبقى نقدر نشيل الواي ونحط 1 minus x، فالاريا بقت 2x، ونشيل الواي ونحط 1 minus x، فبقت عبارة عن 2x minus 2x power 2. نعمل derivative الـ a dash بقت 2 minus 4x equal 0، يعني الـ x equal half، الـ x equal half يبقى الواي هنا equal half، يبقى الاريا اللي هي 2 في الاكس اللي هو بهاف في الواي اللي هو بهاف، هتطلع الاجابه ايكوال هاف. هو عايز الاريا الجريتست اريا، فهتطلع 0.5، الاجابه نمبر ايه. ريكتانجل مرسوم جوه سيركل ايكويشن بتاعتها، البوينت اللي على السيركل هنا هنفرضها اكس وواي عشان نستفيد بالريليشن بتاعتها، يبقى المسافه دي اكس والمسافه دي واي، يبقى الاريا عباره عن اكس 4. نستفيد بالعلاقه، معايا العلاقه اكس باور 2 بلس واي باور 2 ايكوال 9، يعني الواي ايكوال روت 9 ماينس اكس باور 2، فبقت الاريا اكس في روت 9 ماينس اكس باور 2، دخل الاكس جوه باكس باور 2 فتبقى اكس 9 اكس باور 2 ماينس اكس باور 4. الديريفيتيف اي داش دبل الروت تحت
9 اكس باور 2 ماينس اكس باور 4، الديريفيتيف اللي تحت الروت هتبقى 18 اكس ماينس 4 اكس باور 0، سواء بالزيرو فاحنا بنساوي اللي فوق بزيرو. 18 اكس هتبقى ايكوال 4 اكس باور 3، نقسم على اكس، لان اكس مستحيل تبقى بزيرو، تبقى 18 ايكوال 4 اكس باور 2، يبقى الاكس باور 2 ايكوال 9 على 2، يبقى الاكس ايكوال 3 على روت 2. ده قيمة الاكس. هو عايزين نجيب الاريا الاكس بال3 على روت 2، او الاكس باور 2 ايكوال 9 على 2. نعوض او نجيب الواي، الواي هتبقى روت 9 ماينس اكس باور 2 اللي هي 9 على 2، فهتطلع روت 9 على 2 اللي هي برضه هتطلع 3 على روت 2. يبقى الاريا اكس اوف واي هتطلع 3 على روت 2 في 3 على روت 2، هتطلع الاجابه ايكوال 9 على 2، 9 على 2 اللي هي ايكوال 4.5. نفس الفكره تقريبا، عشان نستفيد بالعلاقه هنفرض ان دي اكس واي، يبقى المسافة دي x والمسافة دي y، وعندي العلاقة بتاعت x باور 2 بلس y باور 2 ايكوال r باور 2، يعني ال y ايكوال روت r باور 2 ماينس x باور 2. greatest parameter of the rectangle، ال parameter ايكوال هيبقى 2x بلس 2y، in variable هنعوض، يبقى عبارة عن 2x بلس 2، هنشيل ال y ونحط روت r باور 2 ماينس x باور 2. ال parameter بقت variable واحد لأن ال r constant. هنجيب ال b داش هتطلع 2، والروت هيبقى دبل الروت تحت، والديريفيتيف اللي تحت الروت فوق، الكلام ده هنساويه بزيرو، ال 2 هتتشال مع ال 2 تبقى 2 ماينس 2 اكس على روت r ماينس اكس باور 2 ايكوال 0، نعديها الناحية التانية تبقى 2 ايكوال 2 اكس على روت r باور 2 ماينس اكس باور 2، تشيل ال 2 مع ال 2 ونضرب سيزر، يبقى روت r باور 2 ماينس اكس باور 2 ايكوال اكس باور 2 في الناحيتين، يبقى r باور 2 ماينس اكس باور 2 ايكوال اكس باور 2، يبقى 2 اكس باور 2 ايكوال r باور 2، يبقى اكس باور 2 ايكوال r باور 2 على 2، يبقى الاكس بس بقت ايكوال r على روت 2. لما نعوض عشان نجيب الواي، فالواي هتطلع r باور 2 ماينس r باور 2 على 2، فالواي هتطلع زيها زي الاكس، هتطلع r على روت 2. هو عايز البريمتر نفسه، البريمتر 2x بلس 2y، فالبريمتر عبارة عن 2x اللي هي تبقى 2r على روت 2 بلس 2r على روت 2، فهتطلع 4r على روت 2 اللي هي هتطلع 2 روت 2r، الإجابة نمبر D. كوارتر سيركل الراديوس بتاعتها ب4، وعايز الجريتست اريا اوف ترابيزيوم. عايزين نستفيد، ده راديوس في مسافة ممكن نعتبرها اكس ومسافة نعتبرها واي، عايزين الجريتست اريا اوف ترابيزيوم. ممكن نقسمها عبارة عن اتنين تراينجل، وممكن نشتغل عليها كأنها ترابيزيوم. الترابيزيوم الاريا ايكوال ميدل بيز اللي هما التو بارلل لاين اللي هي الاكس بلس الار على 2 في الهايت اللي هو واي، فبقت عبارة عن اتنين فاريبل. عايز اجيب علاقة ما بينهم، لو انا وصلت ده كده فده الريدياس، يبقى انا عندي علاقة بتقول اكس باور 2 بلس واي باور 2 ايكوال ار باور 2، فأقدر أقول إن الواي بقت عبارة عن روت r باور 2 ماينس x باور 2، يبقى دي بقت x بلس r على 2 اللي هي في هاف، في الواي اللي أقدر أعوض عنها ف r باور 2 ماينس x باور 2، بقت علاقة واحدة في variable واحد اللي هو ال x لأن ال r constant. هنجيب ال a داش ال هاف بره ملوش علاقة، x بلس r الروت هيبقى دبل الروت تحت، والديريفيتيف اللي تحت الروت هيبقى نيجاتيف 2x بلس الروت r باور 2 ماينس x باور 2 وديريفيتيف x بلس r باور 1، الكلام ده هيتساوي بزيرو، اللي بره ده هيتشال، ال 2 هتتشال مع ال 2 فتبقى نيجاتيف x في x بلس r على الروت اللي هو r باور 2 ماينس x باور 2 بلس روت r باور 2 ماينس x باور 2 ايكوال 0. عدي ده الناحية التانية عشان يبقى بالبوستيف، تبقى x باور 2 بلس x r على الروت r باور 2 ماينس x باور 2
equal root r بار 2 minus x بار 2. سيزر الروت هيتشال تبقى x بار 2 plus x r equal r بار 2 minus x بار 2، جمعهم في جهة واحدة تبقى 2 x بار 2 plus x r minus r بار 2 equal 0. هنعمل factorize 2 x و x ال r بار 2 r و r، الكبير ياخد الشرط الوسطاني فده بوزيتيف وده نيجاتيف، مرة ال x هتطلع half r ومرة ال x هتطلع نيجاتيف r هيبقى refused. ال x equal half ال r، ال r عندي اللي هي المفروض ان هي ب 4، فخلاص يبقى ال x بقت equal 2، فممكن تعوض من الاول خالص عن ال r ب 4. ال x equal 2 فلما تعوض هو عايز ال area، ال x equal 2 فما نقدر نجيب ال y، ال y r بار 2 دي هتبقى 16 minus x بار 2 هتبقى ب 4 root 12 اللي هي تطلع 2 root 3، يبقى ال y ب 2 root 3. نعوض بقى في قانون الاريا، الاريا x اللي هي طلعت ب 2 بلس ال r اللي هي ب 4 على 2 في ال y اللي هي ب 2 root 3، دي هتطلع equal 6 root 3 وتطلع الإجابة number b. الشكل اللي قدامي دوت 3 تانجنت مرسومين، هكبر الشكل اللي قدامي، ادي السيركل الدايمتر اللي هو ب2r، مرسم من هنا تانجنت انجل 90، رسم تانجنت كمان ورسم تانجنت كمان، 3 تانجنت انجل ب90، 2 تانجنت اللي خارجين من نفس النقطة هنا اللي عند السي بيكونوا ايكوال، والاتنين تانجنت اللي خارجين من النقطة هنا اللي عند الدي بيكونوا ايكوال. يعني لو سميته x فده x زيه، ولو ده سميته y فده يبقى y زيه. طيب لو وصلنا ده كده فده كمان radius وهيبقى perpendicular على التانجنت. احنا عايزين ال area of trapezium middle base multiply ال height. middle base هتبقى x plus y الاتنين البارل اللاين على 2 multiply ال height اللي هي تبقى 2r، ال 2 هتتشال مع ال 2 تبقى x plus y 4. عايزين علاقة ما بين الإكس والواي، لو وصلنا ده كده وصلنا ده كده، الاتنين ترانجل اللي هنا دول كونجرنت، إكس زي الإكس والآر هنا زي الآر ومعايا سايد كومن ما بينهم، يبقى الأنجل دي هتبقى زي الأنجل دي. نفس الكلام في الاتنين ترانجل الناحية التانية، الواي زي الواي والكومن سايد اللي في النص والآر زي الآر، يبقى الأنجل دي زي الأنجل دي. الانجل دي كلها ب 180، يبقى الانجل في النص دي بقت ب 90، الانجل في النص دي بقت ب 90 ودي هنا ب 90، يبقى الترانجل اللي فوق دوت اقدر اطبق عليه قاعده اكليديان. قاعده اكليديان بتقول لي الهايت اللي نازل من الرايت باور 2 ايكوال الاكس مالتبلاي الواي، اذا اقدر اقول ان الواي ايكوال اكس على ار سوري ار باور 2 على اكس، الواي ايكوال ار باور 2 على اكس. هعوض فتبقى بقت اكس، هشيل الواي واحط ار باور 2 على اكس في الار، الار كده كده كونستنت فهنسيبها بره، اي داش الار بره، الاكس هتبقى 1، ار باور 2 على اكس هتبقى نيجاتيف ار باور 2 على اكس باور 2، الكلام ده هنساويه ب 0، تبقى 1 ايكوال ار باور 2 على اكس باور 2، يبقى الاكس باور 2 ايكوال ار باور 2 يعني الاكس ايكوال ار، الاكس ايكوال ار يبقى الواي لما اعوض فالار باور 2 على ار، الار برضو الواي هتطلع بار. الاريا نفسها كانت اكس بلس واي في ار بقت ار بلس ار في ار، فبقت عباره عن 2 ار باور 2، الاجابه نمبر بي. زي ما اتفقنا قبل كده بوينت موجوده على كيرف هسميها اكس وواي، يبقى البوينت دي هسميها اكس وواي عشان استفيد بالعلاقه بتاعت الكيرف. الديستانس ما بين الاي او، الاي او عباره عن روت اكس ماينس 0 باور 2 وواي ماينس 0 باور 2، يعني هتطلع عباره عن روت اكس باور 2 بلس واي باور 2. الواي هجيبها من الكيرف دوت، واي ايكوال 4 على اكس، فبقت روت اكس باور 2 ودي بقت 4 على اكس اول باور 2 اللي هي 16 على اكس باور 2، ده الديستانس اللي ممكن اعمل باور 2 في الناحيتين، فتبقى اس باور 2 عباره عن اكس باور 2 وهنا 16 على اكس باور 2، 2 اس اس داش ايكوال هتبقى 2 اكس ودي ماينس 16 على دي تعتبر اللي هي 16 اكس باور نيجاتيف 2، فهتطلع نيجاتيف 32 على اكس باور 7.
الكلام ده هساويه بالزيرو، تبقى 2x equal 32 على x باور 3. سيزر تبقى 2x باور 4 equal 32، يعني x باور 4 equal 16، يعني ال x equal 2. ال x equal 2 هو عايز قيمة ال OA، فمعوض عن ال x equal 2 في ال s اللي هنا دي، تبقى ال s بقت equal root 4، ودي هتبقى plus 16 على 4 ب 4، يعني هتطلع عبارة عن 4 root، هتبقى عبارة عن root 8 اللي هي 2 root 2، تطلع الإجابة equal root 8 اللي هي 2 root 2، تطلع الإجابة number C. عايز الـ probability parameter بتاع الفيجر equal 40، وبيقول لي هنا إن الـ CD قد 2 الـ AF، الـ AF دي لو بـ X يبقى دي الـ CD بـ 2X، والـ FE equal الـ ED، يعني دي لو بـ Y دي زيها بـ Y. عايز الـ maximum area. طب الـ parameter equal 40، الـ parameter equal 40 لو أنا جمعت الـ size دي كلها، السايد ده هيبقى 2x بلس واش، والسايد ده هيبقى x بلس واش، فالبريمتر هيبقى x بلس واش بلس 2x بلس واش بلس x بلس واي بلس واي بلس 2x. الكلام ده كده كله ايكوال 40، نجمع ادي x وادي 2x 3x ادي 4x ادي 6x، الواي بلس ادي واي وواي 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 بلس 4y equal 40، نقسم على 2 تبقى 3x plus 2y equal 20. دي العلاقة المساعدة اللي احنا هنحتاجها واحنا بنحل. الاريا بقى، الاريا اقدر اقول ان هو الاريا بتاع الريكتانجل كله ماينس الاريا بتاع السكوير الصغير اللي ايه اللي متشال من بره هنا ده. طب الريكتانجل كله اللينس بتاعه x plus y والويتس بتاعه 2x plus y ماينس السكوير الصغير اللي هو هيبقى y سكوير، فلو ضربنا هتطلع 2x باور 2 بلس xy بلس 2xy بلس y باور 2 ماينس y باور 2، y باور 2 هتتشال تبقى 2x باور 2 ماينس 3xy. هنعوض مكان ال y عشان نجيب العلاقة واحدة، تبقى ال area equal 2x باور 2 بلس 3x في y، ال y من هنا هتكون equal 20 ماينس 3x على 2، بقت علاقة واحدة نظبطها تطلع الـ area equal 2x باور 2 بلس، دي هتطلع 3 على 2 وهنضرب الـ x جوه، فهتبقى 20x ماينس 3x باور 2. نعمل a داش تطلع 4x، ودي 3 على 2 زي ما هي، 20x هتبقى ب 20 ودي ماينس 6x. الكلام ده كله هنساويه بالزيرو، لو هنساويه بالزيرو نضرب تبقى 4x دي بلس 30 ماينس 9x equal 0، يعني هتبقى 5x equal 30، يعني ال x هتطلع ب 6، ال x هتطلع ب 6، لما ال x تطلع ب 6 يبقى دي 18 ماينس 20، يبقى ال y هتطلع ب 1، ال y هتطلع ب 1 وال x ب 6. هو عايز الاريا الماكسيمم اريا، علاقة الاريا الأخيرة اللي احنا هنعوض فيها، ادي الاريا اهي ممكن نعوض هنا الاريا ايكوال 2x باور 2، فتبقى 2 36 72 ماينس 18 هتطلع الإجابة ايكوال 90، وتطلع الإجابة نمبر A. نفس الكلام ريكتانجل موجود على كيرف، البوينت اللي على الكيرف هنسميها اكس واي، يعني المسافة دي اكس والمسافة اللي تحت دي كده هتبقى هي الواي. طب اللي هنا بسيرتي تو، يعني المسافة دي كلها بسيرتي تو، يبقى السايد بتاع الريكتانجل ده هيبقى سيرتي تو ماينس واي، يعني الاريا هتبقى عبارة عن الاكس في سيرتي تو ماينس واي. عايز احولها لفاريبل واحد، الواي ايكوال اكس باور 3، فهتبقى x في 32 ماينس x باور 3 اللي هي تطلع 32x ماينس x باور 4. دي الاريا، نجيب ال a داش تطلع 32 ماينس 4x باور 3 ايكوال 0،
هتطلع اكس بار 3 ايكوال 8، يعني الاكس هتطلع ايكوال 2. الاكس ايكوال 2 هو عايز الاريا نفسها، فلما اعوض عن الاكس ايكوال 2 هنا يبقى الاريا ايكوال 64 ماينس 16، تطلع 48 الاجابه نمبر سي. برضه نفس الفكرة، البوينت اللي على الكيرف هنا هنسميها اكس واي عشان نستفيد بالكيرف، يبقى المسافة دي اكس والمسافة دي واي. عايز الليست بارامتر، البارامتر ايكوال 2 اكس بلس 2 واي. الواي اقدر اعوض عنها من الايكويشن اللي هو مديها لي هنا، يبقى بقت 2 اكس بلس 2 مضروبة في اكس باور 2 ماينس 3 اكس بلس 5. نفك الكلام دوت، 2 اكس بلس 2 اكس باور 2 ماينس 6 اكس بلس 10، نجمع تبقى 2 اكس باور 2 ماينس 4 اكس بلس 10. ده البارامتر في فاريبل واحد بي داش، هتطلع 4 اكس ماينس 4 نساويها بالزيرو تطلع الاكس ايكوال 1. هو عايز البارامتر نفسه ايكوال كام، فهنعوض عن الاكس ب 1، تبقى البارامتر بقت 2 ماينس 4 بلس 10، تطلع الاجابه ايكوال 8 الاجابه نمبر بي. بوينت موجودة على الكيرف هنسميها اكس واي عشان نستفيد بالكيرف، يبقى المسافة دي اكس المسافة دي واي. البوينت دي هنا عند ال 12، يعني السايد دوت يعتبر بقى 12 ماينس اكس، يبقى هو عايز الجريتست اريا اوف تراينجل، الاريا ايكوال هاف تايم البيز اللي هو 12 ماينس اكس تايم الهايت اللي هو 4. الاريا ايكوال هاف 12 ماينس اكس، والواي هقدر اعوض عنه بروت اكس على حسب الكيرف اللي هو مديهولي. فبقت معايا ايكويشن في فاريبل واحد اي داش الهاف زي ما هي، هثبت 12 ماينس اكس، روت اكس هيبقى دبل الروت تحت والدبل اللي تحت الروت فوق، بلس روت اكس في الديريفيتيف بنيجاتيف 1. الكلام ده كله هسويه بالزيرو، تبقى 12 ماينس اكس على 2 روت اكس ماينس روت اكس ايكوال زيرو، وعدي روت اكس الناحية التانية تبقى 12 ماينس اكس على 2 روت اكس ايكوال روت اكس سيزر، تبقى 2 اكس ايكوال 12 ماينس اكس، تبقى 3 اكس ايكوال 12، تبقى الاكس ايكوال 4. الاكس ايكوال 4 هو عايز اللينس بتاع ال او اي اللي هو الاكس، فالاكس ايكوال 4 بقت هي دي الاجابة بتاعتي. السؤال رقم 178 معايا شكل عبارة عن كيرف، نكبر الرسمة كده عشان نشوف كيرف ماشي بالشكل دوت. الكيرف ده الإيكويشن بتاعته y equal 4x minus x over 2، وستريت لاين بيعمل كات معاه عند بوينت هنا اسمها b. الستريت لاين الإيكويشن بتاعته y equal 2x. أول حاجة هنعملها هنشوف البوينت أوف intersection، بوينت اوف انتركسكشن عند ال O عند ال B، هنساوي ال Y بال Y تبقى 2X equal 4X minus X باور 2، تطلع نوديهم الناحية التانية تبقى X باور 2 minus 2X equal 0، X common factor x common factor تبقى x minus 2 equal 0، يبقى يا اما الاكس ب 0 يا اما الاكس ب 2. الاكس ب 0 هتديني البوينت اللي هنا اللي هي الاوريجن بوينت اللي هي 0 0، والاكس ب 2 هتديني البوينت هنا اللي هي 2 لما اعوض عن الواي equal 2 x عن الاكس ب 2، فتطلع 2 4. معايا بوينت كمان هنا اللي هي x 1 وواي 1 او x وواي اللي هي البوينت ايه. احنا عايزين الاريا بتاع الترانجل اي او بي. الترانجل ده الاريا اوف ترانجل كان عندك قاعده في اولى ثانوي بتقول هاف بره، بعد كده بنعمل ابسيلوت، بنحط تلاته بوينت اللي هم الزيرو والزيرو والتو والفور والاكس والواي، وبنحط هنا 1 1 1، وبنفك الديترمينانت ده، فتبقى الاريا ايكوال هاف. بنفك الديترمينانت عن طريق الاول، الزيرو هيتشال والزيرو هيتشال، هنفك عن طريق ال 1، هنضرب سيزر هتطلع 2y minus 4x مضروبة في هاف تبقى y minus 2x. y minus 2x البوينت اللي موجود على الكيرف
اللي هو واش equal 4 minus x power 2، فتبقى ال area equal، هنشيل ال y ونحط 4x minus x power 2 minus 2x، اللي هي هتطلع 2x minus x power 2، بقت variable واحد. نعمل ال a dash، ال a dash هتطلع equal 2 minus 2x، هنساويها بال 0، تطلع ال x equal 1، ال x equal 1 نعوض في قانون ال area اللي تحت دوت، لما نعوض في قانون ال area تطلع ال area كمان equal 1، وتطلع الإجابة number A. الشكل اللي قدامي المسافة دي x، المسافة دي y عشان point فرضها هو x و y، المسافة دي ب 2 يعني ال area of triangle هتبقى half ال base اللي هي 2 plus x في ال height اللي هو y، ال y أقدر أعوض عنه من ال equation فتبقى half 2 plus x في y اللي هي negative 2x plus 4. لما أضرب دول تبقى half، لما أضرب هتبقى negative 4x ودي plus 8 minus 2x power 2 plus 4x، لما نجمع تبقى half negative 4x مع 4x هيتشال تبقى 8 minus 2x power 2، فهاف هتطلع 4 minus x power 2. ده الـ area. لو جيت اجيب ال a dash فال a dash هتطلع negative 2x هساويها ب 0 فهتطلع ال x equal 0. لو جيت اجيب ال a double dash هتطلع ب negative 2 يعني maximum area. للأسف احنا مش عايزين الماكسيمم، احنا عايزين الليست. الله، طب ايه العمل؟ نتعامل مع المسألة ديت ان هي زي الابسيوت ماكسيمم والابسيوت مينيمم. هو هنا بيقول لي ان قيمة الاكس بيلونج تو من 0 ل 1، فهجيب اف اوف 0 اللي هي الاي عند الزيرو، لما اجيب الاي عند الزيرو هتطلع الاجابة ايكوال 4، لما اجيب الاي عند ال 1 هتطلع الاجابة، لما اقعد طبعا في الفانكشن دي، لما اجيب الاي عند ال 1 هتطلع الاجابه ايكوال 3. دي المينيمم ودي الماكسيمم، هو عايز المينيمم، المينيمم تبقى الاي ايكوال 3 وتطلع الاجابه نمبر بي. واحده من المسائل اللي جت في الامتحان التجريبي السنه اللي فاتت، وكانت مساله مهمه لسبب ان هي مش تقليديه في الحل بتاعها. تراينجل عايزين greatest area of isosceles triangle، البوينت دي هسميها اكس وواي نفس الفكره، فالمسافه دي هتبقى اكس والمسافه دي هتبقى واي. isosceles triangle يعني دي بقت اكس، يعني الاريا بقت هاف البيز اللي هي اكس في الهايت اللي هو واي. الهايت هشيله واعوض بيه من هنا، او الاكس هشيلها واعوض بيها من هنا. الاكس في الواي، الواي من هنا هتبقى 3y equal 6 minus x، يعني ال y بقت equal 6 على 3 2 minus 3 x، يبقى انا هعوض مكان ال y هنا 2 minus 3 x، يعني بقت 2 x minus 3 x power 2. دي بقت ال area. ال a dash بقت عبارة عن 2 minus 2 على 3 x، هساويها بال 0 فال x هتطلع equal 3. ال x equal 3 هو عايز ال area، وهعوض عن ال x equal 3 في ال area، فال area هتبقى عبارة عن 6 ودي هتبقى minus 3، تطلع الإجابة equal 3، الإجابة number B. الشكل اللي قدامي دوت شكل rectangle، جزء منه حصل له folded، الجزء ده حصل له folded، فبقى واخد المنظر ده. الرايت انجل ترانجل اللي هنا دي جه مكانها بقى هنا. لو المسافة دي اكس فالمسافة دي بقت اكس زيها، طب المسافة دي كلها كانت 8 فالحتة دي 8 ماينس اكس، المسافة دي كلها ب 12 دي 4، الانجل هنا سيتا فتبقى الانجل هنا سيتا زيها، الانجل دي كلها 2 سيتا فبحرف الزد بقت دي 2 سيتا، دي انجل 90 فالانجل دي الفا، دي انجل 90 فتبقى الانجل دي 2 سيتا. عايزين نربط الواي بالاكس، اقدر اقول ساين سيتا من هنا من الانجل دي، ساين سيتا ايكوال اكس على واي، واقدر اقول كوزاين 2 سيتا من الانجل هنا، كوزاين 2 سيتا ايكوال الادجيسنت 8 ماينس اكس على اكس، هربطهم ببعض. قانون كوزاين 2 سيتا اقدر احط مكانه 1 ماينس 2 ساين باور 2 سيتا ايكوال
8 ماينس اكس على اكس. هقعد مكان الساين ثيتا باكس على واي، يبقى 1 ماينس 2 اكس باور 2 على واي باور 2 ايكوال 8 ماينس اكس على اكس. ال1 ده اقدر اعمله واي باور 2 على واي باور 2، فاعمل ماينس تبقى واي باور 2 تحت، تبقى واي باور 2 ماينس 2 اكس باور 2 ايكوال 8 ماينس اكس على اكس. هضرب سيزر عشان نبتدي نشتغل على المسألة بتاعتي، تبقى y باور 2 في x ماينس 2 x باور 3 ايكوال 8 y باور 2 ماينس x y باور 2. نجمع في ناحية واحدة تبقى 2 x y باور 2 ماينس 2 x باور 3 ايكوال 8 y باور 2. ده مودي ده الناحية التانية. عايزين نجيب ال y بدلالة ال x، هنجيب ال y هنا ونعديها هي كمان الناحية التانية. همسح حاجة اسمها ديفو عشان أشتغل مكانها. فهتبقى 2xy باور 2 ماينس 8y باور 2 إيكوال 2x باور 3. y باور 2 كومن فاكتور تبقى 2x ماينس 8 إيكوال 2x باور 3، يبقى ال y باور 2 إيكوال 2x باور 3 على 2x ماينس 8. ممكن نقسم على 2 فوق وتحت، تبقى x باور 3 اوفر x ماينس 4. نعمل ديريفيتيف 2y y داش ايكوال اللي تحت باور 2 x ماينس 4 باور 2، اللي تحت x ماينس 4 في ديريفيتيف اللي فوق هتبقى 3x باور 2 ماينس اللي فوق x باور 3 في الديريفيتيف اللي تحت بx. الكلام ده كله هنساويه بالزيرو، تبقى نضرب تبقى 3x باور 2 في x ماينس 4 ايكوال x باور 3، نقسم على x باور 2 هنا وهنا تبقى 3، نكمل تحتها هنا تبقى لما قسمت على x باور 2 تبقى 3 في x ماينس 4 ايكوال x، يعني 3x ماينس 12 ايكوال x، يعني 2x equal 12، يعني ال x equal 6. هو عايز قيمة ال x فال x بقت equal 6. البوينت اللي على الكيرف هسميها x و y، يبقى المسافة الهوريزونتال دي هي ال x، والمسافة الفيرتيكال دي هي ال y. ال area of triangle الاريا هاف البيس في الهايت هاف اكس 4. اقدر اشيل الواي واعوض من الايكويشن، يبقى هاف اكس، والواي عباره عن اكس ماينس 2 باور 2. 2 بقت اون فاريبل خلاص، اي داش الهاف بره، اثبت الاكس ديريفيتيف البراكت ال2 هتنزل وتبقى اكس ماينس 2 بلس اكس ماينس 2 باور 2 ديريفيتيف الاكس 4. ساوي الكلام ده بزيرو، اللي بره ده هيتشال، تبقى 2 اكس باور 2 ماينس 4 اكس بلس x ماينس 2 all power 2. الكلام ده equal 0. 2x power 2 ماينس 4x، ودي هتطلع x power 2 ماينس 4x بلس 4 equal 0. بقت 3x power 2 ماينس 8x بلس 4 equal 0. فاكتورايز 3x 2x، ال 4 هتبقى 2 في 2 ماينس وماينس، يا اما ال x equal 2 يا اما ال x equal 2 over 3. الاكس مش بتقول ان ال2 عندي هنا بوينت اللي هي الانترسكشن، فده ريفيوزد ومستحيل الاكس تطلع ب2، يبقى الاكس ب2 على 3. لما اعوض عشان اجيب الواي، يبقى الواي ايكوال اكس ماينس 2 باور 2، فهتبقى 2 على 3 ماينس 2 باور 2، فهتطلع الاجابه دي 4 على 3 باور 2 اللي هي ايكوال 16 على 9، فتطلع الاجابه نمبر بي. ريكتانجل مرسوم قدامي، في بوينت على الكيرف اللي هو y equal 2x، البوينت دي المسافة الهوريزونتال هتبقى هي ال x، والمسافة الفيرتيكال هنا لو كبرنا الرسمة اهو عشان نشوفها، الكيرف عامل كده في ستريت لاين ماشي بالشكل ده، والريكتانجل مرسوم كده. المسافة دي
اسميها اكس، دي هسميها واي، فبقت دي اكس ودي واي. السي والدي دي خلينا نقول انها نفس الاكس بس مش نفس الواي، دي واي 2 لكن دي واي 1. اللاين دوت هيبقى عبارة عن واي 2 ماينس واي 1، فالاريا هتبقى اكس في واي 2 ماينس واي 1، اكس زي ما هي، واي 2 اللي هي بتاعة الكيرف اللي هي بقت 15 ماينس اكس باور 2 ماينس واي 1 بتاع الستريت لاين اللي هي 2 اكس. نضرب تبقى 15 اكس ماينس اكس باور 3 ماينس 2 اكس باور 2، بقت فاريبل واحد الاي داش بقت 15 ماينس 3 اكس باور 2 ماينس 4 اكس، هنسويها بالزيرو تبقى 3 اكس باور 2 لما نعديها الناحية التانية بلس 4 اكس ماينس 15 ايكوال زيرو، نعملها فاكتورايز 3 اكس و اكس هنموت 5 3 طبعا. 15 هتبقى 3 في 5، دي هتاخد بوستيف ودي هتاخد نيجاتيف، يبقى مرة الاكس ايكوال 5 على 3 ومرة الاكس ايكوال نيجاتيف 3، دي ريفيوز، دي يبقى الاكس ايكوال 5 على 3. الاكس ايكوال 5 على 3 هو عايز الاريا، فانا هعوض في الاريا، الاريا كانت 15 في اكس اللي هي 5 على 3 ماينس 5 على 3 باور 3 ماينس 2 في 5 على 3 اول باور 2. هنحسب الكلام ده في الكالكوليتر، تطلع الإجابة إيكوال 400 على 27، الإجابة نمبر A. عايزين نجيب الأريا بتاع الريكتانجل. لو أنا فرضت البوينت الأولى عبارة عن إكس واش، إكس 1 وواي 1 موجود على الستريت الأولاني، والبوينت التاني عبارة عن إكس 2 وواي 2 موجود على البوينت التاني. الواي هي نفس الوش نفس الهايت، يبقى الواي الاتنين واي هنا زي الواي هنا، يعني واي 1 إيكوال واي 2. الفرق ما بين إكس 1 وإكس 2 الديستانس بقى، اللينس دوت هيبقى عبارة عن إكس 2 ماينس إكس 1 4، يعني الأريا عبارة عن x2 ماينس x1 في الواي، سواء الواي 1 او الواي 2 المفروض ان هما ايكوال. طيب هنعوض الستريت لاين الاند الاولاني y ايكوال 4x، دي اللي هي الاكس 1، فالاكس 1 ايكوال y على 4. الستريت لاين الثاني y ايكوال 18 ماينس 2x، فهجيب ال 2x بقت ايكوال 18 ماينس y، يبقى ال x اللي المفروض ان هي ال x2 طبعا، ال x2 بقت 9 minus half 4، هنعوض تبقى ال area بقت equal x2 اللي هي 9 minus half y minus x1 اللي هي y على 4 او quarter y 4، فهتطلع الإجابة 9 minus 3 على 4 y 4 اللي هي هتطلع 9 y minus 3 على 4 y باور 2، كده بقت variable واحد. لما نعمل a داش تبقى 9 ماينس ودي 3 على 2y ايكوال 0، فال y هتطلع ايكوال 6، ال y هتطلع ايكوال 6. هو عايز الاريا بتاعت الريكتانجل، هنعوض عن ال y ب 6 في الاريا هنا، فال area هتطلع ايكوال 6 في 9 ب 54 ماينس ادي 27، هتطلع الإجابة ايكوال 27 وتطلع الإجابة نمبر B. AB parallel مع ال Y axis، عايزين ال length بتاع ال AB ايكوال كام؟ نرسم الرسمة بشكل أكبر كده عشان نشوف الوضع ايه. ده كيرف اللي هو y equal x y equal 10x، الكيرف بتاع y equal 10x هو مدهون، ومعايا straight line، straight line جاي عامل كده، straight line دوت اللي هو y equal 4x،
4x، فتقابله هنا في نقطة وتقابله هنا في نقطة. معايا straight line اسمه AB بارلل مع ال yx. ال A لو أنا فرضتها x y، فال B هتبقى dy1، فال B هتبقى عبارة عن نفس ال x بس في y2. يعني ال AB ك distance هتبقى عبارة عن y2 minus y1. y2 اللي هي موجودة على الستريت لاين، الستريت لاين اللي هي ال 4x، minus y1 اللي موجودة على الكيرف، والكيرف اللي هو tan x. يبقى ال AB لو أنا سميتها مثلا أي variable وليكن اسمه L، بقى 4x minus tan x. ال داش هتبقى 4 minus tan بسيك باور 2x، هتساويها بالزيرو، يبقى سيك باور 2x equal 4، يبقى سيك x equal 2، يعني كوزين x اللي هي مقلوب السيك equal half، يعني ال x equal 60 degree أو باي على 3. عايزين اللينس بتاع ال AB، هعوض عن ال x ب 60 degree، يبقى ال L بقت equal 4x اللي هي 60 اللي هي باي على 3 طبعا، أو باي على 3، فبقت 4 باي على 3 minus 10 60 اللي هو بروت 3. نضرب هنا في 3 ونضرب هنا في 3 عشان نعمل common denominator هنا 3، تبقى 4 باي minus 3 root 3 على 3، وتطلع الإجابة number A. behavior of curve، مديني شرط اف داش اصغر من زيرو، يعني نيجاتيف. اف داش نيجاتيف يعني انا عايز حاجه بيحصل لها ديكريس. اف دبل داش بوستيف يعني انا عايز حاجه تبقى كونفكس داون. ايه الكيرف اللي بيحصل له ديكريس وكونفكس داون؟ هو الكيرف الاولاني. اذا الاجابه نمبر ايه. السؤال اللي بعده مديني كيرف بتاع الاف وبيقول لي all the following statement are true except. نشوف الجملة مش صح. الكيرف دوت كيرف بتاع الفانكشن اف، اف داش اوف نيجاتيف 3. عايزين نجيب الكيرف بتاع الاف داش الاول. الاف داش لو انا بحوله نمبر لاين، الاف داش بيجي من فيرست ديريفيتيف، بيحصل ديكريز لحد النيجاتيف 2، يبقى هنا نيجاتيف، بعد كده بيحصل انكريز لحد الزيرو، بعد كده بيحصل ديكريز لحد التو، بعد كده بيحصل ديكريز لحد الثري سوري، وبعد كده بيحصل انكريز لبعد الثري. يبقى لما يقول لي اول علاقه اف داش اوف نيجاتيف 3 ده بالنيجاتيف، بلس اف داش اوف 3 دي بزيرو، نيجاتيف بلس زيرو اصغر من زيرو، العلاقه صحيحه. اف داش اوف نيجاتيف 1، نيجاتيف 1 موجوده هنا يعني دي بوستيف. اف داش اوف 1، 1 موجوده هنا يعني دي نيجاتيف، والبوستيف اكبر من نيجاتيف، اذا دي صح. العلاقه الثالثه اف داش اوف نيجاتيف 2 بزيرو، واف داش اوف 0 بزيرو، تطلع العلاقه بزيرو برضه، دي صح. العلاقه الاخيره اف داش اوف نيجاتيف 2 ده بزيرو، واف دبل داش اوف 0، الزيرو هنا اللي هي النقطه دي. طب الاف دبل داش بيجي عن طريق الدي بوينت دي لوكال ماكسيمم، لوكال ماكسيمم يعني الاف دبل داش بتاعتها هتطلع نيجاتيف. هل الزيرو اصغر من النيجاتيف؟ لا، يبقى العلاقه الاخيره هي العلاقه الخاطئه. الاف دبل داش اوف زيرو عشان دي ماكسيمم المفروض هتطلع ايكوال نيجاتيف. السؤال اللي بعده opposite figure represent function f then f dash negative امتى؟ برضه بنتكلم على ال f dash، فانا هرسم number line بتاع ال f dash. ال f dash بيجي من first derivative، ادي ال 0 وادي ال 1 وادي ال 2 وادي ال 3 اللي هو بيحكي عنه. طيب ال f dash الاول في increase ما بين ال 0 وال 1، في decrease ما بين ال 1 وال 2، في increase ما بين ال 2 وال 3. هو بيقول لي f dash negative، negative ما بين ال 1 والتو، تطلع الإجابة نمبر إيه. مديني فانكشن هندور على الإف داش، الإف داش بتاعتها. آدي العلاقة بيحصل لها ديكريز لحد النيجاتيف 2،
يبقى هنا نيجاتيف، ومن نيجاتيف 2 لحد ال 1 بيحصل انكريز يعني هنا بوستيف، وبعد ال 1 بيحصل ديكريز يعني هنا نيجاتيف. العلاقه الاولى اف داش اوف نيجاتيف 2، نيجاتيف 2 0 العلاقه دي صحيحه. اف داش اوف نيجاتيف 1، نيجاتيف 1 موجوده هنا فبوستيف فالعلاقه دي صحيحه. هنا بيحصل ديكريزنج، ديكريز يعني الفانكشن بتقل، يعني لو هنا 3 وهنا 4 فاف اوف 3 لازم تطلع اكبر من اف اوف 4، وهو بيقول لي كذا، او اف اوف 5 ماشي بيتكلم على الفايف نفس الكلام، يبقى برضه علاقة صحيحة. اف داش اوف نيجاتيف 4، نيجاتيف 4 موجودة هنا يعني بالنيجاتيف، واف داش اوف نيجاتيف 5 هنا برضه بالنيجاتيف، ما فيش حاجة تقول ان ده اكبر من ده ولا ده اصغر من ده، هما الاثنين بالنيجاتيف، فالعلاقة الاخيرة اكيد هي العلاقة الغلط. الفانكشن the curve of the function has two inflection points. I hope the solution within the curve of، عشان يطلع فيه two inflection point عايزين الكيرف ده، هل كيرف اوف واي ولا كيرف اوف واي داش ولا كيرف اوف واي دبل داش ولا حاجة تانية. تعال نتخيل كده عشان نشوف الإجابة الصحيحة بتاعتي. لو أنا قلت ده واي دبل داش، الواي دبل داش لما أجي أحولها لنمبر لاين، الجزء اللي تحت هيبقى بالنيجاتيف والجزء اللي فوق الاكس اكسس هيبقى بالبوزيتيف. هنا عند النيجاتيف 1 كان تحت فهنا نيجاتيف، طلع فوق لحد هنا ال 2 فهنا بوزيتيف، نزل تحت لحد هنا مش شايف دي تقريبا 7 ايا كانت يعني، فدي هتبقى نيجاتيف، طلع فوق هيبقى بوزيتيف. اذا ده كونفكس اب كونفكس داون، كونفكس اب كونفكس داون، يبقى دي واحد ادي اثنين ادي ثلاثة، هيبقى عندي ثلاثة انفليكشن بوينت وده ما حصلش. اذا ان هي واي دبل داش دي غلط. طيب تعال نتخيل ان ده واي داش بس مش واي دبل داش، تعال نتخيل ان الكيرف دوت بتاع الواي داش، ولو هو الكيرف بتاع الواي داش بنرسم الواي دبل داش ازاي؟ بنرسم الواي دبل داش من الفيرست ديريفيتيف، في انكريز الاول لحد بوينت يبقى ده بوزيتيف، ثم في ديكريز لحد بوينت تانية فده نيجاتيف، ثم في انكريز يبقى ده كونفكس داون كونفكس اب كونفكس داون، ادي واحدة انفليكشن ادي اتنين انفليكشن، اذا تنفع يبقى ده الكيرف بتاع اف داش وتطلع الاجابة نمبر بي. السؤال اللي بعده، opposite figure represent the curve of the derivative، الشكل اللي قدامي دوت بتاع الكيرف بتاع اف داش. طب عليها بوينت اسمها نيجاتيف 1 و سوري 2 ونيجاتيف 1، عليها بوينت اسمها 2 ونيجاتيف 1. طب هو مديني اف اوف اكس ايكوال اكس باور 3 بلس 2 اي اكس باور 2 بلس بي اكس بلس 1، ولو جيت اجيب اف داش هتطلع 3 اكس باور 2 بلس 4 اي اكس بلس بي، البوينت دي موجوده على الكيرف ده فاقدر اعوض عنها قيمه الاف داش بنيجاتيف 1 وقيمه الاكس ب 2، فدي هتطلع 12 ودي هتطلع 8a بلس بي، معناها معايا 8a بلس بي ايكوال نيجاتيف 13، ادي ايكويشن. اقدر استفيد برضو كمان من العلاقه بتاعت الاف دبل داش، لو انا بجيب العلاقه بتاعت الاف دبل داش فبتيجي من الفيرست ديريفيتيف، الكيرف بيحصل له ديكريز يعني نيجاتيف ثم انكريز يعني البوزيتيف، هنا عند التو يعني التو هنا انفليكشن بوينت، يبقى انا البوينت دي انفليكشن انفليكشن يعني هجيب اف دبل داش واسويها بالزيرو، اف دبل داش هتطلع عباره عن 6 اكس بلس 4 اي اسويها بالزيرو اقعد عن اكس ب 2 فتبقى 12 بلس 4 اي ايكوال زيرو، يعني الاي بقت بنيجاتيف 3، لما الاي بنيجاتيف 3 واعوض في الايكويجن الاولانيه هنا تبقى البي بقت ايكوال نيجاتيف 13، ودي هتطلع نيجاتيف 24 هتروح الناحية التانية فهتطلع ال B equal 11. يبقى الكيرف بتاعي f of x بقى x باور 3 2a اللي هي بقت نيجاتيف 6 x باور 2 بلس 11 x بلس 1، هو طالب مني f of 1، f of 1 لما اعوض عن ال x ب 1 فهتبقى 1 minus 6 plus 11 plus 1 تطلع 13 minus 6 تطلع الإجابة equal 7 وتطلع الإجابة number C. الكيرف اللي قدامي كيرف straight line L touch the curve F dash at x equal 2،
اول حاجه عايز اف داش اوف 2. اف داش اوف 2 يعني البوينت اللي موجوده على الكيرف دي، البوينت اللي موجوده على الكيرف دي اف داش اوف 2 قيمه الاف داش بتاعتها بكام؟ الاف داش بتاعتها هتطلع هي قيمه الواي بتاعت الستريت لاين ال 2 وكام. لو انا عوضت في الايكويشن بتاع الستريت لاين عن الاكس ب 2 فهتبقى 4y equal 6 plus 12 اللي هي equal 18، فالواي هتطلع 18 على 4 اللي هي 4.5، فتطلع الواي ب 4.5 يعني قيمة الواي داش 4.5. طب عايز اف دبل داش اوف 2. اف دبل داش يعني عايز قيمة السلوب، السلوب بيجي من الفيرست ديريفيتيف يعني equal tan سيتا، tan سيتا او قيمة الواي داش. فانا هعمل ديريفيتيف للايكويشن 4y equal 3x plus 12، انا عايز قيمة الواي داش، فلما اعمل ديريفيتيف تبقى 4y داش equal 3 يعني y داش equal 3 على 4 اللي هي 0.75، فتطلع الإجابة نمبر B. الكيرف اللي قدامي كيرف اوف اف داش، لو انا حولته النمبر لاين بشوف هو فوق ولا تحت، كان تحت الاول ثم طلع فوق، فضل فوق لحد النقطة اللي هنا اللي ده كان بوستر ثم نزل تحت تاني. اذا انا عندي decrease ثم increase ثم decrease. هو بيسأل the curve of the function has local maximum عند ال x equal كام؟ local maximum عند ال x equal 6 اللي هي كانت البوينت اللي موجودة هنا، يبقى الإجابة نمبر دي. والكيرف هاز لوكال مينيمم عند الإكس اللي موجودة في الأول خالص هنا، الإكس إيكوال نيجاتيف 3، يبقى الإكس إيكوال نيجاتيف 3 لوكال مينيمم والإكس إيكوال 6 لوكال ماكسيمم. الكيرف اللي قدامي الكيرف بتاع الإف داش، لو أنا حولته لنمبر لاين نفس الفكرة، دي بوينت نيجاتيف 5 ودي بوينت 1 ودي بوينت تقريبا ايكوال 7. الاف داش كان فوق الاكس اكسس فهيبقى بوستيف، نزل تحت نيجاتيف، طلع فوق بوستيف، نزل تحت نيجاتيف، يبقى انكريز ديكريز انكريز ديكريز. بيقول لي كل الستيتمنت صح ما عدا واحده، تعال نشوف مين الواحده. ات اكس ايكوال نيجاتيف 5 ذير از ماكسيمم فاليو، في ماكسيمم فاليو الاولى صح. اف دبل داش اوف 1 أكبر من زيرو، ال 1 هنا لوكال مينيمم، لوكال مينيمم يعني الـ F دبل داش بتاعتها هتطلع بوستيف يعني أكبر من زيرو، العلاقة التانية صح. at x equal 7 there is minimum value، ال 7 في minimum value؟ لا العلاقة دي غلط، هي في maximum value. ال function decreasing من negative 5 ل negative 1، العلاقة دي صحيحة، يبقى العلاقة الوحيدة اللي غلط هي العلاقة نمبر C، يبقى أنا هختار الإجابة نمبر C. الكيرف اللي قدامي كيرف بتاع اف داش، لو انا حولته لنمبر لاين نفس الفكره، لما احوله لنمبر لاين ادي الزيرو وادي الثري، قبل الزيرو كان نيجاتيف، طلع فوق بقى بوستيف، طلع فوق بوستيف، اذا ديكريز انكريز انكريز. بيقول لي اول واحده في لوكال ماكسيمم وما فيش لوكال مينيمم، غلط. تاني واحده في لوكال مينيمم وما فيش لوكال ماكسيمم، التانيه صح. تالته في لوكال مينيمم ولوكال ماكسيمم، غلط. الرابعه ما فيش لا كده ولا كده، برضه غلط. اذا الاجابه الصحيحه الاجابه نمبر بي. الكيرف اللي قدامي الكيرف بتاع الش داش، نفس الفكرة هحوله لنمبر لاين. نمبر لاين أنا عندي بوينت هنا عند التو وبوينت هنا عند مش شايف هنا نيجاتيف 3 تقريبا. لما أشوف بقى الكيرف هيشتغل إزاي، لما أجي أعمل الش داش كان تحت نيجاتيف طلع فوق بوستيف، هنا بوستيف يعني هنا ديكريز ثم انكريز ثم انكريز. بيقول لي مين كلهم صح ما عدا واحده اللي غلط، اف داش اوف نيجاتيف 4 اكبر من زيرو، ونيجاتيف 4 المفروض تبقى نيجاتيف، اذا الاولى غلط. اف دبل داش اوف نيجاتيف 1 ايكوال زيرو، الاف دبل داش لما اجي احسبها نجيب العلاقه بتاعت الاف دبل داش، الاف دبل داش بتيجي من الانكريز والديكريز، كان في انكريز لحد النيجاتيف 1 ففي بوستيف، وبعد كده ديكريز لحد التو فهنا نيجاتيف، وبعد كده انكريز يعني في
بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. هو بيقول لي اف دبل داش عند النيجاتيف 1 ايكوال 0، العلاقه دي صحيحه. اف دبل داش عند ال 1، ال 1 اللي موجوده هنا اصغر من ال 0، برضه العلاقه دي صحيحه. اف دبل داش اوف نيجاتيف 2 اللي هي ب 0، اف دبل داش اوف نيجاتيف 2 سوري اللي هي بوزيتيف، نيجاتيف 2 اللي هي بوزيتيف اللي موجوده هنا مضروبه في اف دبل داش اوف 3 اللي هي بوزيتيف، يبقى بوزيتيف لما تضرب في بوزيتيف تطلع اكبر من 0، برضه العلاقه دي صحيحه. اذا اول علاقه بس هي العلاقه اللي غلط. الكيرف اللي بعده الكيرف بتاع اف داش لما احوله النمبر لاين، هو بيعمل كات هنا عند التو، كان فوق الاكس اكسس يعني بوزيتيف ونزل تحت يعني نيجاتيف، اذا بيحصل له انكريز ثم ديكريز. هو بيسأل على الانكريز، يبقى الانكريز من نيجاتيف انفينيت لحد التو، الاجابه نمبر دي. الكيرف اللي قدامي الكيرف بتاع اف داش ومرسوم له تانجنت، هو بيقول لي ستريت لاين تاتش ذا كيرف ات اي وبي ذن اف دبل داش اوف ايه، الاف دبل داش اوف ايه اللي هي تعتبر ايكوال تان سيتا اللي موجوده عندي. تان سيتا لو انا بجيبها الاوبوزيت اللي هو ب 6 والادجيسنت اللي هو ب 4، 6 على 4 اللي هي تطلع 3 على 2. طب انا دايما باخد السيتا اللي بره السيتا اللي هنا، فالسيتا اللي هنا هتبقى تبقى تان 180 ماينس سيتا اللي جوه، فاللي هي تطلع نيجاتيف تان سيتا، فتطلع الإجابة ايكوال نمبر بي نيجاتيف تان سيتا، وكانت ممكن تبقى نيجاتيف 3 على 2، تنفع تبقى كده وتنفع تبقى كده. أنا باخد السيتا اللي بره اللي هي الأوبتيوس أنجل يعني. السؤال اللي بعده ستريت لاين بتاع اف دبل داش، عايز اف داش انكريز ازاي لما اجيب العلاقه بتاعت الاف دبل داش. الاف دبل داش هنا بيقابل عند الزيرو، كان تحت كان نيجاتيف، من عند النيجاتيف 2 ثم لحد الفور طلع فوق بقى بوزيتيف. اذا الاف داش لما يقول لي الاف داش انكريز، يبقى انا بدور على اشاره الاف دبل داش بوزيتيف، اف دبل داش بوزيتيف من زيرو لحد فور، فهو انكريز من 0 لحد 4. خلي بالنا اف داش انكريز اشوف اشاره اف دبل داش، لو اف انكريز كنت اشوف اشاره اف داش بس. السؤال اللي بعده الكيرف اللي عندي بتاع اف دبل داش احوله لنمبر لاين، ان انا اشوف بيعمل كات في انهي بوينت، في بوينت هنا عند النيجاتيف 1 وهنا عند ال 1 وهنا عند ال 3، كان تحت نيجاتيف طلع فوق بوزيتيف، نزل تحت نيجاتيف طلع فوق بوزيتيف، كونفكس اب كونفكس داون كونفكس اب كونفكس داون. هو عايز الكونفكس اب، يبقى انا عندي من نيجاتيف 2 بداية الحل لحد نيجاتيف 1 ومن 1 لحد ال 3، فالإجابة نمبر دي. الكيرف اللي قدامي ستريت لاين، فاقدر اجيب الايكويشن بتاعته، اقدر اجيب السلوب بتاعته. السلوب السلوب ايكوال واي 2 على واي 1 ماي اكس 2 على اكس 1، في بوينت هنا اسمها 3 و2 وهنا معدي على بوينت اسمها 1 و0، فلو انا عملت 2 ماينس 0 على 3 ماينس 1 تطلع 2 على 2 ايكوال 1، يعني السلوب ايكوال 1، يعني اف داش اوف اكس ايكوال 1. طب امتى قيمة الاف اكبر من الاف داش؟ قيمة الاف اكبر من الاف داش لما القيمة تعدي ال 1، عند ال 2 الاف ب 1، لانها في بوينت هنا اسمها 2 1. طب واللي بعد ال 2 كل ده الاف بتزيد يبقى هتزيد عن ال 1، يبقى قيمة الاف هتبقى اكبر من ال 1 في الانترفال من اول 2 لحد انفنت، وبالتالي قيمة الاف هتبقى اكبر من الاف داش في الانترفال من 2 لحد انفنت، الاجابة نمبر دي. الشكل اللي قدامي بيدور على نفس الاشارة بتاع الاف والاف داش والاف دبل داش. تعال نرسم التلاتة فانكشن، ادي الاف اول واحدة هتيجي من فوق وتحت، هي عند النيجاتيف 2، لو دي نيجاتيف 2 كانت فوق يعني هنا بوزيتيف،
نزلت تحت لحد التو يعني هنا نيجاتيف، وبعد كده طلعت فوق لحد الفايف يعني هنا بوزيتيف، وبعد كده نزلت تحت يعني هنا نيجاتيف. الاف داش، الاف داش من الفيرست ديريفيتيف يعني الانكريز والديكريز لحد الزيرو كان بيحصل ديكريز يعني هنا نيجاتيف، ومن الزيرو لحد 3.5 كان بيحصل انكريز يعني هنا بوزيتيف، وبعد 3.5 بيحصل ديكريز يعني كل ده نيجاتيف. الاف دبل داش من الكونفكس اب والكونفكس داون لعند التو كان قبلها كونفكس داون يعني قبلها بوزيتيف كل ده بوزيتيف، وبعدها كونفكس اب يعني بعدها نيجاتيف. تعال نشوف الاشارات بتاعتي، ادي عند التو، ادي عند الزيرو، ادي عند التو هنا، ادي عند الثري بوينت فايف، وادي عند الفايف. الإشارة هنا مش متشابهة، هنا لأ. الإشارة هنا مش متشابهة، هنا لأ. الإشارة هنا مش متشابهة، لأ. الإشارة هنا مش متشابهة، لأ. الإشارة هنا مش متشابهة، لأ. الإشارة هنا متشابهة من أول فايف لحد إنفينيتي، الإشارة متشابهة، يبقى من فايف لإنفينيتي الإجابة نمبر دي. ثلاثة كيرف عايزين نحدد مين اف ومين اف داش ومين اف دبل داش، نقدر نحددهم من الديجري بتاع كل كيرف. انا معايا ثلاثة كيرف، الكيرف الاولاني كيرف عامل كده فده الكيرف بتاع اكس باور 3، الكيرف الثاني كيرف عامل كده فده بتاع الاكس باور 2، الكيرف الثالث ستريت لاين عامل كده فده الاكس. فلما اجي اوزع واي واي داش واي دبل داش، اكبر واحد ياخد واي، اللي بعديه ياخد واي داش، اللي بعديه ياخد واي دبل داش. اذا الكيرف نمبر بي هو الاف الاصليه، الكيرف نمبر سي هو الواي داش، الكيرف نمبر اي هو الدبل داش. هو عايز الاي بي سي يبقى واي دبل داش وبعد كده الواي وبعد كده الواي داش، الاجابه نمبر سي. اف اوف 1 واف اوف 5 ايكوال 0، يبقى انا معايا بوينت اسمها 1 و0 وبوينت اسمها 5 و0، واف اوف 3 ايكوال نيجاتيف 3، معايا 3 ونيجاتيف 3 دي بوينت. اذا لما هرسم الكيرف بتاعي لازم يعدي على الثلاثه بوينت دول، ال1 وال0 وال5 وال0 وال3 والنيجاتيف 3. بيقول لي الاول علاقه الاف داش، الاف داش اصغر من 0 عند الاكس اصغر من 3، يبقى لو انا بحط ال 3 هنا الاف داش هنا نيجاتيف، وثم الاف داش بوزيتيف عند الاكس اكبر من 3، اذا في ديكريز ثم انكريز. اذا الكيرف بتاعي المفروض يحصل له ديكريز ثم يحصل له انكريز. طب نشوف الكونفكس، اف دبل داش اصغر من الزيرو لكل مكان ما عدا الزيرو، اصغر من الزيرو يعني نيجاتيف نيجاتيف، يبقى ده كونفكس اب كونفكس اب، يبقى الكيرف بتاعي هنا لازم يبقى عامل كونفكس اب، الكيرف بتاعي هنا لازم يبقى عامل كونفكس اب. اذا العلاقه اللي تنفع معايا هي العلاقه نمبر بي.